صباح لبنان لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. طبعا حلقه جديده من برنامجنا بلشت، ساعتين ونص من الوقت رح نقضيهم سوا، مقابلات من داخل الاستوديو، تحقيقات خاصه بالبرنامج، فقرات ثابته تعودتوا عليها وبتنطروا. صباح الخير جو. صباح النور رنا، شو الاخبار؟ تمام. عجت ساسيف؟ عجت سار يعني شيء لابد منه، يعني صعب من الامور. اليوم جيت بكير على رواق، اخذت قهوتي من نسكافيه بالتلفزيون. بكل الاحوال مشاهدينا وين ما كنتوا بهذه الاثناء، تحيه صباحيه لكم. طبعا نحن وياكم مثل كل يوم مع بدايه هذا الاسبوع رح نترافق بمواضيع متعدده، البعض منها ثقافي اجتماعي فني، ومواضيع ايضا اخرى هيك متعلقه بعيد الميلاد. هذه الاجواء الحلوه اللي عم تفرض نفسها بهذه الفتره، على الرغم من كثير من الظروف، ولكن العيد بده يوصل، العيد بده يحل، بدنا نعيد، بدنا نفرح، لانه الفرح هو حق لنا، مثل ما ايضا واجب علينا نزعل لما يكون في اشياء بتزعل. صحيح، يعني دائما بننبش على الاشياء الحلوه لحتى نركز عليها اكثر بحياتنا، يمكن لانه صار الاسى حوالينا كثير كبير والزعل حوالينا كبير. فدائما يعني هيك بس لقيت اثنين عم بيضحكوا عن جد بتطلع انه اف نيالهم عم بيضحكوا، فلازم نضل بهال هيك عندنا هالطاقه الايجابيه ونفكر فيها دائما. طبعا نشاطات مختلفه موجوده بالبلد ايضا، يعني بالاضافه يمكن للوضع الامني والسياسي، ولكن في معرض بيروت الدولي للكتاب. هذا المعرض اللي عم يستقطب اسماء كثير كبيره، تواقيع عديده عم بتكون يوميا، يعني بعتقد عم بيكون في نوع من هيك عوده شوي لاهميه الكتاب بحياتنا، خاصة انه قد ايه القراءة بتعطينا وعي كثير كبير، وقد ايه نحن بحاجة يمكن لها بهيدي الفترة. يمكن من ابرز المشاكل اللي بنواجهها بالوطن العربي هو انه نحن شعوب ما بتقرا بالمبدأ، او نسبة القراءة تبعنا او المطالعة هي متدنية جدا. وكثير اليوم في دراسات بتقول انه الحل الانسب او الحل الابرز والاول لنتخطى كثير من المشاكل هو انه نبلش نتثقف، نبلش الشعب يوعى اكثر واكثر من خلال المطالعة. بكل الاحوال معرض بيروت الدولي السنة في شيء كثير مميز، هو انه موجود افتراضيا ايضا على الفيسبوك، ما في صفحه خاصه له، ما في ويب سايت خاص فيه، ولكن كل الناس، الملفت السن، كل الناس عم تاخذ سيلفي مع الكتاب، وهذا موضوع فعلا مهم، كانه صار الكتاب جزء من حياتنا الافتراضيه ايضا عبر السوشيال ميديا. لازم ايضا اليوم رح يكون عندنا اطلاله على الفقره الرياضيه مثل دائما، ومثل كل نهار تنين رح تكون فقره تكنولوجي مع زميلنا جوزيف. ايضا انا ومشاهدينا للنصائح الصحيه لليوم وضمن فقره صحه، دكتور جبران ادنعوني رح يكون معنا مباشره من استديوهاتنا لحتى يعطينا نصائح جديده وموضوع جديد بعالم الصحه. والموسيقي توني مخول ايضا رح يكون ضيفنا لليوم، لنخوض نحن وياه اكثر بعالم الموسيقى وكل جديد عم بيحضر له. شو عبالك تاكلي اليوم رنا؟ ما شفت شيف نزار شو حضرنا اوليك؟ بعد ما شفنا ما حكيناه. دخلك انت شو بتعملي بموضوع الغداء بالبيت؟ كيف بتلحقي؟ بلحق. كيف؟ خبرينا. بكره بعد ما كنت تعي. مشاهدينا هذيك فقراتنا لليوم، طبعا فقرات متنوعه، البدايه مثل دائما مع الرياضه والي. مشكور إلي على كل هالمعلومات والتفاصيل اللي اعطانا اياها، وطبعا التبس بعالم الرياضه، وان شاء الله تكونوا مشاهدينا عم تمارسوا هالحركات الرياضيه حتى تكونوا عم تحافظوا على صحتكم اكثر ومش بس على رشاقتكم. شو يا جو؟ رياضيا. لا كلام. صباح الخير الشباب. صباح الخير يا شباب. موجود جو، موجود انا. كيفكم اليوم؟ صباح الخير لكم، وصباح الخير لكل المشاهدين يلي عم يترافقوا معنا بهالصبحيه. يعني هذا شهر مش شهر صفر، هذا شهر غرسي، بتعرف عيد وعزايم وشوكولا و... لا بس بتعرف اذا بدك تروح تعمل شوبينج بدك تعمل سباي، لانه لتلاقي محل تصف بدك تبرم من يمكن المول كله، ولتوصل للمحلات بدك اياها بدك تمشي، لا لازم حدا كمان. بس هذا السبور الحلو بتنبسط لما تكون عم تجيب عم تحضري للعيد. شخصيا ما بنبسط ابدا. جوزيف تفك في شيء حل لموضوع الشوبينج مع انه فقره التكنولوجيا، بلكي هيك اونلاين شوبينج؟ هلا بتعرف في اونلاين شوبينج، بس دائما لما يكون في اونلاين شوبينج بيكون يا بدك تروح تجيب الشغله من المحل او هن يبعثوا لك اياها بعد ثلاث اربع ايام. ايه فدائما يعني تروح انت على المحل. هلا الحلو بالاونلاين شوبينج انه ارخص، لو بتعرف ما في اجار محل، ما في تدفع للموظفين كثير، فبيكون ارخص من غير محلات.
بس بدك تلحق حالك لانه كل شيء ليميتد اونلاين. بس بتعوضهم تشتري اكثر يعني تشتري اللي بتوفرهم بتحطهم اغراض على كل حال يعني. والحلو والبشع بالاونلاين شوبينج انه ما بتحصل على اللي عم بتشوفه يعني. اوقات بتكون الصوره بتغش تشتريها بتوصل لك بيكون غير شيء يعني بيكون شيء كواليتي يعني شوي يعني اوقات هيك واوقات هيك. ما فينا نعمم الموضوع بس كل الاحوال. خلونا مشاهدينا نتابع نحن وياكم فقره التكنولوجيا مع جوزيف ابراهيم. يعني جوزيف اليوم مثل كل اسبوع بتكنولوجي رح نحكي عن هيك مجموعة ابلكيشنز. شو رح نبلش اليوم؟ هلا كنت عم تسأل انا ما جاوبت انه عن شو بدنا نحكي اليوم. اليوم في عنا مثل ما كنا عم نقول مجموعة ابلكيشنز. نعم. شيء بخص بزنس شيء بيهم الطلاب شيء بيهم كل العالم وشيء جيمز كمان هيك يعني شوي شوي من كل شيء. بتعرف هلا جاي فرصة فالعالم مش كلها بس بدها تشتغل على التليفون بدهم يلعبوا جيمز كمان. الجيمز اصلا يعني بالاشغال وقاعدين عم يلعبوا جيمز ايه يعني هلا قصه الجيمز بالاشغال هيدي ما بعرف شو حلتها يعني. بس لازم يلاقوا لها حل لانه بتعرف عم بيلتهوا العالم بالتليفونات وخاصه اذا في واي فاي بالشغل. صحيح لازم على ابواب الشركات يعملوا هيك سله كبيره كل واحد بفوت بحط تليفونه بفوت المدرسه كنا نعملها. هلا اول ابلكيشن رح نحكي عنها اسمها تايم تيبل. نعم تايم تيبل يعني مثل تابلو. هلا رح نشوف هذا الابلكيشن بشو بتفيدنا. بتعرف من عوز تايم تيبل اوقات بالشغل دائما بالجامعه او بالمدرسه. فنحن هلا رح نشوف الابلكيشن. هي اتس ا فيري سمبل ابلكيشن. رح روح على الشاشه تنشرح حالي دغري. اوكي سو هون نحن عم نفوت على الابلكيشن. اول ما نفوت عليها بحطوا لنا ستارت وذ كرييتنج ا نيو لسن. فنحن ما رح نشوف شو هي النيو لسن ورح نشوف شو يعني النيو لسن. اول ما نكبس على كرييت نيو لسن بحطوا لنا سبجكت الابريفيشن تبعه يعني مثلا تنقول نحن رح نحط ماث. اوكي نيكست الابريفيشن تبعه كمان ماث بنحط مثلا لونه اخضر وكليك تو اد نيو ديتيل بيج تو نيو ديتيل. بنحط البليس يعني هون اذا نحن بالجامعه بتعرف نغير صف من محل لمحل يعني عندنا مثلا صف تنقول اس اس 1 سوسول. اوكي نيكست تايب يعني هي تنقول ماث شو يعني يعني فهم بزنس رح نحط هون بزنس ماث لو بتعرف في كذا نوع ماث. فهون رح يعني هون عم نعطي بس ديتيلز عن الصف ومين التيتشر رح نحط دكتور اكس. هون يعني مثل واحد عم بينظم سكادجول تبعه من خلال فورمه معين هيك ليبقى يعرف تفاصيل يعني ليه عم نفوت على هذا الابلكيشن وليه عم نعمل كل هول التفاصيل هلا بنعرفهم بعدين. حاطين لنا تحت هون سيلكت دايز حاطين لنا من ماندي لساندي رح نحط انه نحن عندنا اياها تيوزداي بنحط اد نيو تايم. نعم سو بنحط نحن اي ساعه عندنا اياها. هلا لسن 1 هون انه اول صف عم ناخذه او ثاني صف في عندنا قد ما بدنا لسنز سو رح نخليها هون 1 ومنحط مثلا من الساعة 8 للساعة 10 فينا نحطها من حيال لوقت لحيال لوقت بدنا اياه. اوكي سو هون صار عندنا هذا الوقت. اذا عندنا اياها ثاني مرة كمان نهار الثلاثة بنحط اد نيو تايم وبنحط دن. هلا لسن سيفد. هلا نحن رح نشوف وين راحت اللسن. في عندنا هون فوق بالزاوية الاوبشنز اللي هن الثلاث ازياح اللي عم نشوفهم بس نكبس عليها بحطوا لنا مثل ليست نحن داي فيو ويك فيو مزبوط. نحن رح نروح على الداشبورد. الداشبورد هو التابلو اللي عندنا يعني. هون انا حضرته للداشبورد اليونيفرسيتي المحطوط فوق اللي هو هيدا رح نروح عليه ويك فيو رح نشوف هون انا حطيت امبارح عملته حطيت كذا صف حطيتهم بكذا نهار يعني هون عم نشوف عندنا مثلا ماندي من 8 لل 10 عندنا انجلش 1 بالاس اس 22 عندنا تيوزداي مات عندنا الوينزداي ولا وحاطين لك كل واحد حسب وقته. نعم. هلا الحلو انه بيعطوك ريمايندر لكل صف وبنفوت نحن مثلا رح نفوت هون على فاينانشال اللي هو فاينانشال ماث بنفوت هون تحت بحطوا لك اذا عندك هوم ورك او اذا عندك اكزامز وانت فيك تحط اذا حضرت او ما حضرت الصف يعني كل مره بتروح عليه بتحط انه هذا صف مست مثلا ما حضرته. هلا نحن بس يكون عندنا هذا التايم تيبل بيصير دائما مثل ما كنا عم نقول بيعطينا نوتيفيكيشن انه عندك هذا الصف بهذا المحل. بتعرف كثير منيحه الابلكيشن للاتندنس لانه قديش طلاب الجامعات اوقات يمكن بيكون بحق لهم يغيبوا من كل حصه مثلا مرتين او ثلاثه بيكونوا بيحسبوها انه اذا مضطرين يغيبوا بيحطوها هيك بيتذكروا قد صاروا غايبين لما يعملوا دروب للكورس. مزبوط وحتى يعني بالتحت مثل ما عم نشوف على الهوم وركس. نعم هون انه زيرو هوم وركس
بيكون عندنا مثلا 1 هوم ورك 2 هوم ورك، نحن بنضل كيبينج تراك قد ايه عندنا مثلا هوم ورك تنعملهم زيرو، وخاصه هم ما في، وخاصه من جمعه لجمعه. وكمان مثل ما عم نشوف حاطين لنا نحن الديتيلز فواتناهم، يعني التيتشر مين، اي صف، من امتى لامتى، اي لسن كمان، لانه اللسنز بيتغيروا. هلا هون وين شو الحلو فيها؟ نحن عندنا هذا التايم تيبل، فينا نعمل له شير مثل ما عم نشوف هون، فينا نعمل له سينك اند شير، بحطوا لنا يا بنبعته باي ايميل يا على فيسبوك يا حل محل. اللي عنده الابلكيشن بيوصل له هذا التايم لاين وفيه يفتحه. يعني هون اذا انا وياك بذات الصف وانا رحت نهار مثلا عرفت انه عندنا هذا الهوم ورك، او تغيرت مثلا حصه، او تغير الصف، او صار عندنا اكزام، ببعث لك شو عندنا، شو صار في جديد، يوصل لك لعندك بيصير ابديتد السكادجول تبعك. يعني في امكانيه يصيروا سنكرونيزي مع بعضهم يمشوا بارلل سينك اند شير. يعني بدلك انت ومع الطلاب اللي معك بالصف تكونوا على ذات الناس، اثنيناتكم عارفين امتى عندنا اكزامز، امتى عندنا مثلا هوم ورك، امتى كل شيء. والحلو انه اتس فيري كاستمايزبل، يعني نحن هون مثلا ما تتغير وقته، صار مثلا هون الماكرو فتنان هو نهار الخميس الساعه 12:30، نحن مثلا بدنا نغير، تغير وقته، فينا دغري نعمل نكبس الكبسه اللي كنا شايفينها هون للقلم اللي هي ادت، بنغيرها بنحط نحن النهار اللي بدنا اياه مثل ما عم نشوف هون الويك دايز، نرجع بنغيرهم ونرجع بنغير الوقت، مش حتى نغير لون الصفحه اللي بدنا اياها. جوزيف نوتيفيكيشنز بيجوا يعني رينج تون، يعني بنسمع صوت الارم او فينا نتحكم بالموضوع، فيك تحط انه يكون مثل نوتيفيكيشن فايبريت، فيها تكون بس تبين بالنوتيفيكيشن بار، وفي حتى تكون يعني مثل الارم ريمايندر. اوكي سو هلا هون نحن عم نشوف انه نحن عملنا هذا الداشبورد، بدنا ننقل لداشبورد ثاني، بس بدنا نخلي هذا الداشبورد فينا بطريقه كثير كثير يعني كثير هينه نعمل اد نيو تايم لاين، اللي هي بتخلينا نعمل تايم لاين جديد من اول وجديد، في يكون مثلا لبعد الظهر او لغير اذا نحن بنروح على غير محل نتعلم كمان. سو فينا نعمل كذا داشبورد، كل واحد نسميه شيء وكل واحد نرجع له ساعة البدنة. كمان في عنا نحن هون عم نشوف الويك فيو اللي هن كل الايام، فينا نشوف الداي فيو اللي بيفرجوك كل نهار بنهاره. يعني اتس فيري هيك سمبل للي بده عن جد تو كيب تراك مع كل نهار شو عنده، امتى عنده، اي نهار اي صف، كل هول واضحين. يعني هون عم نشوف بيفرجوك كلهم، ومثل ما عم نقول بيفرجوك الاكزامز، بيفرجوك يعني الهوم ورك، كل شيء نحن عايزينه بالصف اللي نحن بنكون فيه. هل ابلكيشن افيلبل على اندرويد وعلى ابل؟ اسمها تايم تيبل، اتس فور فري، وكثير هينه وكثير حلوه واتس فيري سمبل تو يوز. يعني ما بتوصل لمرحله بصير لازم يندفع لكل في فيتشرز جديد. اي لا، هي اتس بيسك افيلبل يعني بكل فيتشرز تبعها فور فري. مزبوط. ثاني ابلكيشن رح نحكي عنها هي بتخص العالم كلهم، يعني مش بس الطلاب الجامعات، هي اسمها سليب بيتر. سليب بيتر ابلكيشن مثل ما عم نشوف تخيل ما لازم ينزلوها ويناموا يعني. هلا هي الحلو فيها للسليب بيتر انه بتساعدنا عن جد، بتساعدنا ننام احسن. هلا شو الحلو فيها هيدي الابلكيشن؟ اول ما نفوت عليها اكيد بدنا نعمل ساين ان، بدنا نحط عمرنا، بدنا نحط اسمنا، كل هول الاخبار، وبنوصل اخر شيء على هيدي البيج. هلا انا حاطط الالارم الساعه من 6 ل 6:30، هاي بلشوا من الساعة 6 بيزقوا كل 10 دقايق. ما بتعرف اوقات بتحط الالارم اطول كرمال تضلك يعني تضلك توعى. مينيموم انا مثلا بدي سنوز ساعة. ما هي ساعة اقدر استوعب اقنع حالي اقوم من الفرش. بس على 6:30 بحطوا لك يعني الالارم اقوى شيء اعلى شيء كرمال خلص توعى. مظبوط. نعم. هلا مثل ما عم نشوف هون في عندنا سكشنز وعندنا ستارت. ستارت هي بس بتوصل يعني بلشنا ننام. بلشنا بالسيشن النوم. عنا worked out stressful day not my bad 8 late، يعني هون عم نشوف الورك اوت لما نكون نحن نهار رحنا في على الجيم او عملنا سبور، نكبس على الورك اوت، بتضوي الورك اوت بنحط ستارت. بس يكون عنا stressful day مثلا بالشغل، طولنا ضلينا اوفر تايم، not my bad اذا نايمين برات البيت، اذا اكلنا وفتنا نمنا، اذا شربنا قهوه، اذا شربنا الكول، كلهم هون فينا نعملهم تنبلش سيشن. هلا انا عملت امبارح اكزامبل رح نفوت نشوف هون، بحطوا لك البروفايل تبعك اللي هي بنعمل سيف لكل الدايركتوري تبعك. هلا اللي نحن رح نشوفه هون، يعني نحن مثل ما كنا عم نقول كنا بهيدا البيج حطينا الديتيلز اللي عملناهم بالنهار وبلشنا ستارت، يعني بلشنا نومنا. نعم. هلا نحن فينا نحط ستارت نضل بالتخت ساعه تنرجع ننام. وهون الحلو بهيدا الابلكيشن انه الديتكست انت بتنام. لا نحن رح نشوف هلا سليب دايري اللي هي انا امبارح نمته ماندي 8 ديسمبر، اللي هو اليوم وعيته. يعني عم نشوف هون حاطين لك مثل تيبل ستاتستكس، حاطين لك الاحمر
وقت انت كنت واعي، الاخضر وقت كنت نايم ديب سليب يعني نوم عميق، والاصفر لما كنت يعني خفيف نومك يعني كنت دغري فيهم يوعوا. هلا نحن كيف بنقول انه كيف بيعرف التليفون اذا نحن نايمين او مش نايمين او نايمين ديب او لا؟ هذه الابلكيشن اول ما تفتحها بتقول لك انه حط التليفون على محل فلات يعني محل مستقيم، بس نحطها بتاخذ هي مثل على السنسور كاليبريشن معينه بتصير عندها انه هذا فلات، بس يهز ببين عندها للابلكيشن انه انهز. سو نحن بس نحط التليفون حدنا على التخت ونحن نصير نتقلب بالبيت بنقلب التليفون بتبين على الابلكيشن انه نحن هون كنا بعدنا واعيين، في حركه في حركه، وحسب قد ايه الحركه قويه بحطوا لك اذا انت كنت واعي او اذا كنت لايت سليب. لهون اكيد واعي مش يعني قمت من السخف، بس واعي انه وعيت من النوم رجعت قلبت رجعت. لازم بيعملوا لها اوبشن تحضر النسكافيه كمان هالابلكيشن. ايه اكيد تحضر لك النسكافيه تتوعي. هلا هون حاطين لك السليب افشنسي 77%، نعم، حسب اي ساعه نمت، حسب اي ساعه وعيت، وحسب شو كنت عامل خلال النهار، يعني اذا وركت اوت كنت شو عامل خلال الليل لا خلال النهار. بحطوا لك انه انت المفروض تكون بلشت نوم على الساعه 11 بس انت خطيت مثلا لل 12 مزبوط وضلت لوقت للساعه 6. سو هيدي الابلكيشن الحلو فيها انه مش نهار بنهاره، يعني نحن هون خدنا نهار واحد بس هي بتعمل تراك للسنه، يمكن تعطيك تراك امتى احلى. يعني هون رح نشوف هلا بالسليب دايري ستاتستكس اللي هي ثاني اوبشن بالليست، بحطوا لك تشارت كل الايام الجمعه كيف نمت، امتى نهار نمت احسن من غير نهار، امتى نهار ما نمت منيح لازم تعوضه بغير نهار، بحطوا لك انت يعني بالجمعه قد ايه تايم سليبنج، قد ايه قضيت وقت نايم بالنهار حسب كم ليله، يعني بيعملوا هون الستاتستكس. هون عندنا ليله واحده يعني نمت انا 31% من نهار واحد. قد ايه بتعمل سيف جوزيف لعدد ليالي يعني ممكن؟ هي بتعمل كثير لعدد ليالي بس بصير نحن بدنا نعمل لها ابجريد نشتري، يعني هون اللي عم نحكي انه نحن عم نعمل البيسك فيرجن اللي هي اللايت فيرجن اللي بتجي فري. مثل ما عم نشوف يعني هون حاطين على جمعه واحده، فينا نحن نرجع لها للجمعه بس ما فينا نضل على كثير ايام. فهون عم نحكي نحن بجمعه بس يتعبوا هول الجمعه بفرجونا هون اي نهار اكثر شيء نمت، قد ايه انا معدله بالجمعه نمت. هذه كثير مهمه للعالم اللي لازم يناموا ساعات معينه او لازم مثلا ينتبهوا انه مثلا ما بعرف ما يعملوا سبور ودغري يناموا ببين ليه. لانه بتعرف بس يكون عندنا شيء معين بحطوا لنا تحت، هلا هون مثل ما عم نشوف الافرج باد تايم لوت ليه لانه بدنا ندفع تنجيبها. بس بحطوا لك اللونجست نايت قد ايه نمت والشورتست نايت قد ايه نمت مع الديتس تبعهم. بس هذا مهم لحتى الواحد يراقب هيك كميه النوم يلي عم يحصل عليها. اكيد يعني تيراقب كل شيء مثل ما عم نشوف قد ايه في ديتيلز. هون بحطوا لك يعني 77% حاطين لك اصفر انه اتس نوت فيري جود، لازم تكون اكثر، بس تكون خضراء. وحطوا لك ليست هون كم نايت، هون حاطين لنا 1 نايت هلا، بس يكون في عندنا كذا نايت ببين اي نايت انت نمت منيح اياها ما نمت منيح حسب لون اللي بيكون. يعني هون اصفر اذا كان تحت الاحمر بيكون احمر، اذا كان فوق الاحمر فوق الاصفر بيكون اخضر، وحسب كمان يعني الستاتستكس اللي عاملينها. هلا انا لو حطيت بلشت من 12 كان راح هذا الاحمر كان على الافشنسي. انت ايش نمت عشيه؟ على 12 تقريبا 12 بس طلعت نايم 7 ساعات ونص which is good، لازم الافرج تقريبا 8. يعني لو وصلت ل 8 يمكن وصل كان على الاخر. اي هلا بيرفكت 8 بس انه 7 ساعات ونص يعني منيح. هذا كتير مفيد الابلكيشن، وخاصة اذا نحن حطينا عن جد الاوبشنز اللي هن المعروضين عنا هون الوركت اوت ستريسفل داي، هو اللي بيساعدونا كمان تنعرف نحن اذا لازم ننام اكثر او لازم هذا النهار مثلا نتاخر تننام، هو اللي كلهم ديتيلز تعطينا هن الابلكيشن اذا اشتريناها اذا دفعنا مصاري اكثر. بس هدول البيسك اللي انا هلا خبرتكم عنهم هن اللي بيجوا يعني في جربي يعني كثير مفيد. مزبوط كثير مفيد. هلا ثالث ابلكيشن يعني هلا حكينا عن السليب ابلكيشن، هلا النو سليب ابلكيشن. هلا النو سليب ابلكيشن اللي لازم يعني تخلينا مش انه لازم ما ننزلها تخلينا ننام، اللي هي اسفلت 8. اسفلت هي لعبه سيارات اتس فيري بوبولر، كثير معروفه لانه يعني كثير مشغوله عليها. هلا رح تشوف يعني ما كانه عم نلعب على التليفون، اللي هي اللي بيحبوا الريسينج اللي بيحبوا السيارات اللي بيحبوا اللامبورجيني بينغرموا بهذه اللعبه. انا من ناحيتي يعني مغروم فيها. هلا هذا البروفايل تبعي حاطين لنا السياره، حاطين لنا كل الـ يعني الديتيلز تبعنا. هون عم بيعملوا كونكت على الانترنت. فيك تنقي السياره اللي بدك اياها ومحكوم بالسيارات اللي بدك تشتريهم. ما هلا بنشوف الـ كيف التطورات حتى بالجيم بدنا نشتريها للسياره. في عليها كمان
هلا هون حاطين انا لعبت اللعبه على الانترنت ولعبتها اوف لاين، لانه بتنلعب اوف لاين عم بيقولوا لي اي بروفايل بدك تخلي، بس شو الفرق؟ لانه بس ما يكون عندنا انترنت فينا نلعب على اللعبه. ايه بيفرق يعني في ابجريد معينه بتنعمل على الانترنت؟ بيخلوها سيف كرمال اذا بدك تلعب على كذا ديفايس، اذا بدك تغير تليفونك تما ترجع تبلش من اول وجديد، يعني مثل يعني اذا كان مفعول التليفون على الايباد يعني مزبوط. هلا اكيد اكيد اذا في انترنت بيكون في ايفنتس اكثر، بيكون في اشياء اكثر، بس نحن هلا عم نحكي بس كبروفايل، ما بيفرق شيء غير هيك. معقول مع الانترنت مثلا تقدر تكون عم تتبارى مع اونلاين مع اشخاص ثانيين؟ ملتي بلاير مزبوط. هلا نحن رح نروح نشوف البيسك فيرجن اللي هي بتنلعب بدون بلا انترنت اوف لاين. كليك بس بلاي، بيخطونا على ليست اوف ايفنتس. مثل ما عم نشوف هون صرنا بسيزون 3، في عنا قبله سيزون 2 سيزون 1، هون بتختلف حسب ديفيكولتي حسب الصعوبه تبع كل ايفنت. سيزون 1 اللي هو منبلش فيه اللي هو اهين شيء، ومننتقل يعني في عنا حتى للسيزون بعد كتير يعني بفهم منك انت هلا صرت سيزون 3 ماشي بعدني ما مبلش يعني صرت سيزون 4 بس بعد عندي ايفنت بالسيزون 3. رح نشوف هلا فيك تنقل على سيزن ويكون بعد مكسور عليك مراحل من قبل، يعني مثل ما عم نشوف هون على الايفنت بيحطوا لك ستارز. نعم، كل ما تجمع ستارز بتقدر تفتح سيزن اللي بعده، يعني فيك انت تكون مسكر كل الستارز بالسيزنز اللي قبل وما بلش سيزن 3، عرفت كيف؟ يعني بيقدر هلا انا مثلا عندي هون حاطين لي كم ستار 133 فاتح سيزن 4 بس انا ما خلصت سيزن 3، عرفت قصدي؟ سو هون حاطين لنا كل ايفنت شو هي، عندنا كلاسيك، عندنا نوك داون، عندنا اليمينيشن، كل ايفنت شيء معين سبيسيال شيء غير. رح نفوت هلا مثلا على برشلونه كلاسيك، رح نعمل اكزامبل اوكي بفرجونا شو هو، عم بحطوا لنا كيف بنربح، بناخذ فيرست بوزيشن، ناخذ 3 نجوم ولا 2 لابس ريسرز 6 ريسرز اكسترا. هلا هون عم نشوف السيارات اللي عندنا هن، يعني عم نشوف نحن شو الاوبشنز اللي فينا ننقيهم. هلا رح نقي انا مثلا هاي السياره، بس رح نعمل هيك جوله سريعه على السيارات اللي عندنا هن. السيارات كتير جديد، وبتعرف انه بما انه ابلكيشن على الفون دائما في ابديتس، دائما في زيادات، ان كان بالتراكس ان كان بالسيارات ان كان بحيالها شيء زياده مثل صور مثل حيالها شيء. يعني هون عم نشوف سيارات كتير لبعدين مزبوط كتير مستقبليه. رح ننقذ السيتروان اللي كنا منقينا، رح نحط نكست. هلا هون بنحط ستار تريس، اكيد هوليك اوبشنز بيندفعوا، يعني بتدفع اكثر بتاخذ نايتريس زياده، بتاخذ بلش اول واحد، هولي يعني ما ضروري نفوت فيهم على الأساس. هلأ رح نشوف نحنا الديتيلز قدي هي اللعبة عن جد واضحة. فيك نقى كمان جوزيف اللوكيشن الحلبية اللي عم تلعب فيها حسب كل مثل ما كنا عم نشوف، يعني list of races كل race بمحل معين مش كلهم بمحل واحد. يعني هون برشلونة يعني عندنا فوق 22 لوكيشن. يعني هون بلشت السباق مثل ما عم نشوف انه بس بتحرك التليفون تتحرك السيارة. انا هون عم بطلع على الشاشه مشان هيك ما كثير مركز. عملنا نوك داون، نحن فتنا بالحيط. سو عم نشوف فاتت بالحيط، نحن ولا مره بنفوت بالحيط اللعبه السياره. يعني هون عم نشوف قد ايه واضح الجرافيكس، قد ايه نحن عم نقدر يعني نكون عن جد كانه حاسين باللعبه عم نفوت فيها. وعم نشوف الطريق انه اتس فيري فان، في عندنا محلات هون مثل على البحر، في عندنا محلات على الطريق، في عندنا السلايدز اللي بنقدر نطلع عليهم ونطنط من محل لمحل. في عنا النايترس اللي هلا مشيناه كرمال نسرع زيادة. إذا في صبايا حلوة على البحر بننزل. وفيك تعمل نوك داون اللي هو تفوت بالريسرز اللي قدامك، تقدر إنه مثل تسبقهم بطريقة إنه تفوتهم بالحيط بكل معنى الكلمة. فهون عم نشوف شغل الفيتشرز تبع اللعبة، يعني الجرافيكس إذا بدي أقول مشغولة بطريقة حلوة. مزبوط، بس هيدا كمان بيخليك أنت تكون عندك تليفون أو تابلت كتير تقدر تتحمل، يعني كرامات كجرافيكس تقدر تتحمل هيك شيء ما تعلي، لانه هي كجيم يعني بدها 1.5 كبير، بدها 1.5 يمكن او 1.8 جيجا بايت تنزل، which is كثير يعني بالنسبه للتليفون، وبدها جرافيكس يعني تقدر ما تعلي اللعبه مثل ما كنا عم نقول، ان كان على التابلت او ان كان هون صرت يعني فيرست بوزيشن انا هلا كثير منيح ما معي خبر. لما انت عم تمرق هول الاشياء اللي عم يتكسروا بضيفوا برصيدك شيء معين؟ هلا هي الفكره مش بديفو، بس نحن تنعبي نايتريس يعني ما مثل ما عم نشوف هذا الخط الخط الاسفل اللي كان هون كان بطل هلا فتنا بالسياره. هذا بيتعبى لما نحن نعمل دريفت، لما نشفط او لما نعمل نوك داونز، ونحن بنعوزه لانه بيرجع بينقص بس نستعملهم. يعني هون عملت نوك داون هلا بيرجع بيزيد. هذا بتشبه طريق الروشه عنا على فكره.
على الكورنيش. هلا مثل ما شفنا هون نحن كنا عم نلعب الكلاسيك اللي هي السبق العادل اللي نعم. في لابس في تراك معينه بدك تكون الاول تقدر تقدر تربح فيرست بوزيشن. هلا رح نشوف نوع ثاني اللي هو الاليمينيشن. الاليمينيشن شوي اصعب لانه في عندك 6 بوزيشنز تنقول بدك تكون انت بالفايف تقدروا هن يعملوا اكيد دعايات بكل الالعاب تقدروا يعملوا. يعني رح نشوف الاليمينيشن يعني بدك انت تقطع تكون الفايف يكون في حدا وراك انت الاليمينيشن يعني هو السبق بتكون عم تتسابق مع سبق بس في عندك وقت مثلا في 10 ثواني اخر سياره بتكون بالبوزيشن اخر بوزيشن بتروح تخسر. اوكي سو انت بدك تسبق قبل ما يخلص هذا الوقت تكون سبقت على القليل اخر واحد. يعني هلا بس رح نعمل اكزامبل صغير يلا بنعمل ديمونستريشن صغيره قبل ما هيدا الاليمينيشن نختم. مثلا هون غير لوكيشن هون الاسكا احنا غير سياره استون مارتن هون اكيد يعني نحن بس نربح ريس بيزيدوا عنا الكوينز هون نقدر نشتغل سيارات او نعمل ابجريد للسياره اللي عنا. اوكي يعني مثل ما عم نشوف هيدي السياره في عنا هول الابجريد فينا نغير مثلا نزيد هيدا. هلا ما بقى معي زيد شيء برا هي. اوكي سو هون هلا عملنا ابجريد للسياره بنعمل نقدر نروح نتسابق فيها مثل ما كنا عم نقول. يعني فينا ننقي السياره اللي بدنا اياها مش محكومين بسيارات معينه بس كله حسب الكلاس اللي بدنا اياها نقدر نلعب ريس او قد ايه معنا مصاري يعني قد ايه معنا كوينز باللعبه. سو هون عم نشوف رحنا على الالبس يعني هون جوزيف بظروف صعبه عم تلعب اللعبه بتعرف وفي طرقات يعني معره وتصحيط اكيد هي يعني اللعبه للكل اللي بيحبوا نيد فور سبيد للكل اللي بيحبوا العاب السرعه العاب السيارات بس يمكن ما فيهم ما عندهم وقت يقعدوا على بلاي ستيشن ما عندهم وقت يقعدوا على الكمبيوتر. وهي بنزل الاليمينيشن فاذا السياره اللي بتشوف الاليمينيشن هلا انا اخر واحد يعني بتخيل انت اللي راح في عنا 20 هون حاطين لنا 20 ثانيه نعم بهال 20 ثانيه اذا انا ما صرت على القليل الخامس بكون راحت علي. عم نشوف عنا شورت كاتس فينا ناخذهم كرمال نسبق العالم اللي قدامنا. شوف عنا هول السلايدز يلا انا راح اتركك جوزيف يلا كمل كمل الاسكا اوكي وعم يعني ثانك يو اول شيء على الجيم على النو سليب ابلكيشن وعلى السليب ابلكيشن سليب باتر سليب باتر واول ابلكيشن حكينا عنها كانت تايم تيبل مزبوط. وهيك ودائما انت بتكون تايم تيبل تبعك منظمه يعني بتعمل هيك جوله لحتى الكل نعرف السكادجول كمان اربع جمعة صحيح والكل يستفيد وكمان بكل شيء يعني تكنولوجي او كل فقرات تانية. نحن نرجع منشوفك اي متى نهار الاربعاء الله راد باونلاين ميديا. ثانك يو على اليوم ميرسي لك شيء. مشاهدينا صباح لبنان بتابع على امل تكونوا عم بتقضوا فتره حلوه برفقتنا ويكون نهار تنين موفق واسبوع جديد عم يبدا عم بتحققوا فيه ولو خطوة صغيرة قدام يلي عبالكم توصلوا له لأنه دايما هيك الحياة خطوات والسلم بينطلع درجة درجة فعلى أمل أنه تكونوا عم بتحققوا يلي عبالكم تحققوا. مثل العادة ريبورت بصباح لبنان نسلط الضوء فيه على جديد ايفنت بلبنان. اليوم كاميرا صباح لبنان توجهت على افتتاح المعرض السنوي بدورته العشرين للكرونيك كير سنتر او مركز الرعايه الدائمه ببعبدا. كان هالمركز يقيم كل سنه معرض بمناسبه الاعياد والسنه كمان برعايه وحضور السيده لما تمام سلام وحضور ايضا السيده الاولى سابقا منى الهراوي. كاميرا صباح لبنان كانت موجوده ورجعت لنا بها تفاصيل نتشاركهم نحن وياكم بها ريبورت. عيد 20 سنة لمركز الرعاية الدائمة
هيدا دليل انه نحن مثابرين والداعمين إلنا هن كمان عم بيدعمونا بكل قوتهم لنقدر نقوم بواجباتنا تجاه مرضى السكري والتلاسيميا. مثل كل سنة نعمل بازار عيد الميلاد لنبرهن للناس إنه نحنا كمان من خلال المبيعات اللي بنعملها بيروح ريحة على أطفال السكري والتلاسيميا، لأن مش كافي بس هو العطاء عطاء عطول ناخد، لازم كمان نحنا نشتغل لنبرهن إنه نحنا جديرين بالعمل لنقدر نساعد هالمرضى. أنا بدي وجه كلمة شكر لكل الداعمين إن كان سنوياً أو كان بالبازار، وهي فرحة بيحطوا الفرحة بقلوب الأطفال المرضى، لأن ما عندك فكرة قديش العلاج مكلف والعلاج مجاني. بقى نحنا من كل قلبنا بنشتغل، وإذا لاحظت هن السيدات اللي بيشتغلوا يعني اللي قيمين على المركز هن عم بيشتغلوا، والأصدقاء بيجوا بيساعدونا لحتى نقوم بهالبازار الحلو. أهمية الشيء لما أنت بتشتغل وبتلاقي فيه تجاوب، إن كان من خلال الناس اللي بيدعموك والشغل اللي أنت بتقوم فيه، هذا بيعطيك إيمان بالحياة أكثر وببلدك، لأن نحن مؤمنين بدنا نبقى بهالبلد، هذا بلدنا لازم نشتغله لحتى نخليه يتحسن. إن شاء الله هالسنة تكون خير مش بس على مرضانا، على كل مرضى لبنان، على كل لبنان، لأن نحن بحاجة لسعادة وفرح، وفي حزن، لأن أكيد بدي حيي هون الجيش اللبناني لأن عم بيستشهد كرمال لبنان، كرمالنا، هو على الحدود، هو عم بيتعذب ونحن فرحانين بس قلبنا معه. فعل جهود الست منى اللي هي مثالنا، أنا بالنسبة لي مثالي بالنشاط وبالعمل الدؤوب اللي ما بتوفر لحظة وثانية للأهداف اللي هي عم تسعى مشانهم. فخر لي أن يكون موجودة هون بهالبازار اللي هو بازار سنوي، واللي هو بفضل هالبازار مساعدته وريعه بيروح للأعمال الخيرية اللي بيقوم فيها المركز. واللي حلو فيه أنه بهالبازار دايماً في أشياء هالقد حلوة وهالقد متنوعة أنه بيحتار الواحد شو بده يجيب، بفضله وبفضل كمان الستات اللي حواليها واللي بيستعملوها. فنحن كتير بحاجة لسيدات مثل ست منى هرابي بلبنان، إذا في كتير مثلها كان لبنان بألف خير. شكرا، وإن شاء الله كمان يعني يكون البلد مرتاح أكثر وأهالي المخطوفين مرتاحين برجوع أبنائهم سالمين إن الله راد لبلادهم، وكل عام وأنتم بخير. أكيد دايماً بصباح لبنان نعطكم نعمل جولة مع فريق التصوير الخارجي زميل تير حداد وكل الشباب إضاءة كاميرا وصوت اللي عم بيكونوا متواجدين لحتى فعلاً يسلطوا ضوء على كل إيفنتات اللي عم بتكون بالبلد. أكيد برنامجنا بتابع بعد الفاصل فقرة سابتة ببرنامجنا تعودت عليها كل نهار تنين، فقرة سانتي
أكيد مع دكتور جبران أرنعوني. اليوم كل الأشخاص يلي بهمهم موضوع السكري ارتفاعه نزوله عوارضه إسعافاته ومواضيع تانية رح نفصلهم، ولكن بعد البريك خليكم معنا. ليلة طيب ليلة طيب الليلة ليلة طيب في منام طوب جراد عم بترن بعيد. ليلة طيب ليلة طيب الليلة ليلة طيب طوب ولاد الكاب اجتاد وبكرة الحب جديد. عن جد مشاهدينا صباحكم بالخير. طبعا بالاجواء الميلاديه هذا الشهر فعلا قديش بيحمل من الفرح، قديش في ايام جديده ايام حلوه هذا الشهر بيرجع بذكرنا فيها من جديد، على امل فعلا اجواء العيد هيك تكون عم تجوب كل المناطق اللبنانيه من اقصى شمال لاقصى جنوب، يكون كل انسان قادر يعيد بالطريقه اللي عبال ويعيد فيها. نحن وياكم رح نترافق بفقره سانتي بعد لحظات. بسمي طبعا مشاهدينا بهذه الفقرة استضيف دكتور جبران أرنعوني اختصاصي بالإسعاف الميداني وإدارة طب الكوارث. صباح الخير دكتور. صباح النور، شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. كتر خير معي بكير. كلها شهر عيد، كلها شهر عيد. إن شاء الله كل أيامك يا رب عيد. دكتور نحن اليوم برفقتك رح نضوي على أكثر من موضوع، مواضيع بتهم الناس بتهم حياتهم اليومية، يمكن مواقف معقول نتعرض لها بكل لحظة وبكل ثانية، كيف فينا نتصرف بوجهة تحديدا. صحيح. خلينا نبلش بالنقطة الأولى واللي هي ارتفاع الضغط، ارتفاع السكري. السكري بدك تبلش؟ نبلش بالسكري. ارتفاع السكري من المتعارف عليه أكثر شيء أنه الإنسان لما بيعلى سكري معه بده يكون إجمالا هو مريض سكري لسبب ما، ما أخذ أدويته يمكن تأخر عليها أو ما كانت معه الدواء، أو بعض الأحيان كان عامل شوية تتقيل بالأكل، خصوصا نحن على موسم كمان أعياد بكون عم ناكله كتير حلويات. إذا زاد الأكل وقل الدواء أو ما أخذ الدواء هم بتبين بلش المشكلة فيها. بقى هيدي أكثر شيء المسببات اللي بتؤدي لهالارتفاع هذا. العوارض اللي بتبين عنا او اللي بتظهر قدام الشخص اللي نحن لازم نعرفها تنعرف شو بدنا نتصرف قدامها، هي اجمالا بالبدايه شخص ببلش يحس شويه غياب تدريجي عن الوعي، يعني بتحس حاله داخ ما بقى فيه يوقف على اجراء. بيترافق معها وهيدي كثير معروفه والناس كثير بتعرفها، بصير بيحس نشفين بتمه، نشفين بلسانه، وبيعمل التم ريحه مثل ريحه الاسيتون. بقى لما بنشم هيدا الريحة طالعة من تم شخص، وهيدا كتير علامة فارقة وكتير علامة مميزة وكفيلة انك تبني دغري على السبب. دقيقة انه بس يطلع تحش شم ريحة أسيتون مع الدوخة عن تترافق والزلمة عن يرتخي بين ايدي، هيدا علامة انه ارتفع السكري معه. وهون بنعرف احنا انه يلي بيكون معه سكري بيطلب انه يشرب مي كتير، وبنعرف كمان والناس بتعرفها انه يلي بيكون معه سكري من عوارضها المشهوره جدا، حتى هيدي بتكون مثل الدياجنوستيك بنعمله قبل نقدر انه في سكري ونفحص السكري، هو التبول المتعدد، يعني ضل في طالع على التواليت. بقى هود العوارض كتير معروفين. هلا كمان بنزيد عليها عوارض انه بلحظه اللي عم يعمل هالكريز هيدي ممكن يحس اوجاع بالبطن، بقى وجع بالبطن مزعج مع العطش مع الرائحة عم تطلع من التم مع الدوخة، هيدي كلها عوارض كافية انها تقلي انه هذا زلمة يعني يجتمع مع بعضهم، ولا كل عارض منفرد فيكون بيجوا ورا بعضهم مع بعضهم، يعني اكيد انت خلال هالفترة عم تعمل فيها هالكريز اذا انا موجود معك مفروض لاحظ كل هالعوارض عم تشي. هلا بعض الاشخاص بحسوا شوية اوجاع مفاصل اكتر، بس وجع البطن من العلامات كمان المميزه لارتفاع السكري. هذه الكريزة تحديدا دكتور، يعني ارتفاع معدل السكري بالجسم وبالتالي ارتفاع السكري، ومثل ما قلت بلش بنحس بدوخه بتؤدي لانه غيب عن الوعي، شو اقصى حدوده؟ يعني شو اقصى مفعول معه؟ سؤالك بمحله، لاني رح اقول لك هلا بطيفه التصرف قدامها انه اذا ما تصرفت التصرف الوحيد ما في غيره رح اقوله تؤدي الى الموت. ايه لانه بتكون بسكري بتصير بشيء ثاني، لانه مش السكري اللي رح يقتلك، الغياب عن الوعي اللي انت رح توقع فيه. مره نحن بحلقات سابقه حكينا عن اصابه اسمها الشوك او الاتادو شوك اللي هي الحاله الصدميه، وقلنا انه في مرحله منها بيكون فيها مصاب واعي، في مرحله بيوصل فيها للغياب عن الوعي اللي موجوده بالايبرجسمي. بعدين بيوصل لمرحله الغياب عن الوعي عند شخص عنده ارتفاع بمعدل السكر بجسمه، اي مره غياب عن الوعي معي بين العشر دقائق 20 دقيقه ماكسيموم ممكن شخص يوصل للموت بسبب شيء بنقول له بلع لسان. بقى مشان هيك نحن لازم ننبه، والتصرف لازم نعمله هون، وفي تصرفات انا دائما بعلق على شغله شو لازم نعمل وشو لازم ما نعمل. وهيدي بدغي انا بركز عليها بالتوعيه. خلينا نبلش بالما نعمل. ما نعمل هن شغله وحده كثير مهمه،
ما نبادر دغري ان نعطيه انسولين اذا كان بياخذ انسولين أوكي. لانه بعض الاحيان الارتفاع المفاجئ والعالي بالسكري اذا عم بعطيه انا انسولين ممكن يعمل رده فعل عكسيه أوكي. بقى مشان هيك ضروري جدا ينتبهوا انه ما بنعطي الدواء دغري ما بنعطي انسولين اذا كنا تاكدنا انه عنده ارتفاع الا ما نعمل شيء ثاني اللي هو اتصاله بطبيبه نتصل بالطبيب تبعه بناء على ارشادات الطبيب هو رح يقول لي ده لازم اعطي شو لازم اعطي شو لازم اتصرف بقى هون شغله بحرجع عيدها المره الثانيه ما بنعطي انسولين الا ما نراجع الطبيب المعالج اللهم عم بحكي عن شخص هون ديابيتيك هو صحيح. ومفروض يكون عنده علاج ومفروض يكون عنده طبيب لانه لما بتصير لاول مره انا ما راح اعرفها ماني طبيب انا تقدر شخصها واقول بدي اعطي او ما بدي اعطي اساسا ما راح يكون في عندي انسولين بقى ضروري جدا ما تعطوا انسولين اثنين تراجعوا الطبيب الاخصائي المعالج اللي هو راح يقول لكم شو لازم تعطوا ده لازم تعطوا شو لازم تتصرفوا ثلاثه اكيد بدي اطلب الاسعاف انما من بعد ما اطلب الاسعاف وهذه الشغله الرابعه اللي بدي اقولها لازم نعملها ممنوع نخلي المصاب نايم على ظهره اي مره حدا وصل لهالمرحله انه غبي عن الوعي بنبرمه مره حتى حكينا عنه حتى عملناها عمليا بنحط المصاب بوضع الامان الجانبي يعني ببرمه على خصره وبرجع الرقبه لورا كاني عم بشرب ببريق مي يعني برجع الرقبه افتح مجرى التنفس وما خلي لساني يسكر مجرى التنفس فاذا بيرجع اختصرهم العوارض كتير مهمة هي العطش نشفين بالتم وباللسان وطلب الماء بيعمل ريحة أسيتون طالعة من تمه أوجاع بالبطن وتبول متكرر هيدي يمكن أشهر شيء خوفني لما بوصل للغياب عن الوعي مع الإرهاق والتعب اللي بيصير عنده إيه شو لازم ما أعمل ما لازم أعطيه الدواء الأنسولين دغري اللي لازم أعمله لازم راجع الطبيب الأخصائي ويأخذ إرشاداته دق للإسعاف مشان يجوا يأخذوا المريض وإذا غبي عن الوعي أنا منتظر الإسعاف طريقة هي أن يوضعه وضع المصاب بوضع الأمان الجانبي أو من إلى بوزيسيون لاترال دي سيكوريتي اللي هو وضع على الخصر مع إرجاع الرقبة لورا كأنك بطريقة تشبهها عم تشرب ببريق الماي هاي بتسمح لمجرى التنفس يضل مفتوح لأنه اللسان بيطلع لفوق بيعمل بيرجع كونتراكسيون فكان هذا بحالة ارتفاع السكري أي مريض سكري موجود عندنا بالبيت موجود بمحيطنا فينا نتصرف بهذه الطريقة بشرط مثل ما قلت نتأكد أنه هذا ارتفاع سكري لأنه يمكن يكون عنده شيء تاني شبيه لألو صحيح هون إذا بدي مشان كمان أعمل شيء أقدر هيك ركب الأمور على بعضها اي مره حدا غبي عن الوعي وانا ماني عارف شو السبب ان كان سكري ولا غير سكري ما تخلوا نايم على ظهره وحطوا وضع الامن هذا اول خطوه في يعني هيدا شو ما كان السبب رح يكون عم بحمي لا كان وصل الصليب الاحمر او الاسعاف او اي حدا ثاني دكتور بتحديدا بارتفاع السكري فينا بهيدي الحاله نزين معدل السكري للمريض لنتاكد ارتفاعه ولا لا اذا عندك المكنه يعني انا عم برجع لك اذا شخص هو ديابيتيك يعني بالبيت ومعروف انا فيني اتاكد وهيدي بتكون يمكن احسن طريقه تشخيص لنتاكد من الموضوع بحال العكس يعني في انخفاض بمعدل السكري لما بيصير في عندي انخفاض بمعدل السكري وهيدي يمكن من العوارض الاقل من الارتفاع السكري يعني نحن نسمع مثلا حدا معه سكري ما بنقول نحن معه انخفاض سكري بنقول معه سكري يعني عندنا فيها معه ارتفاع بالسكري اللي بيعرفوا انه في ناس بيقشط السكري عندهم مش قليل اللي بصير معهم قليل اللي بنعرفه انه بصير عندي انخفاض بالسكري اللي بتقول لي شو المسبب اغلب الاحيان في عده اسباب واحدة منهم انه اوقات شخص بيقعد بلا اكل لما تقعد بلا اكل جسمك بحاجه انه لطاقه لكالوري بده يحرقها بده ياخذها من الطاقه اللي عم تعطيها بقى ممكن انك تقعد وقت طويل بلا اكل يؤدي الى انخفاض بالسكري خصوصا اذا انت اساسا معدل السكري عندك على ولا انا ما بقعد على وقت طويل بلا اكل هلا كثير ما بقعد بلا اكل يعني هلا اكيد بهالفتره اللي احنا من الشهر ما حدا رح يصير معه هبوط بالسكري هيدا الشيء الاكيد منه رح نشوف الارتفاع رح كثير رح يعلى معه السكري اثنين ممكن يكون بعض الاحيان تناول الكحول بدون اكل لما تشرب كحول بكميات عاليه هلا كمان عم بحكي بموسم اعياد بينقشط السكري معك لانه الكحول فيها نسبه جلوكوز صحيح صح؟ مش كل الكحول فيها سكر هون تلفت النظر معلش خلي مره ملاحظه يلا. مره قلتها يمكن هلا مش هنضطر نحكيها بعد شوي بايام الشتاء وبايام السقعه اي مره نحن حبينا ندفي جسمنا مش الكحول هي وسيله التدفئه الكحول بتخفض السكري بتخفض الكالوري بالجسم لانها بتطلع على الاطراف على الوجه على الخدود اللي بخير بتشوفهم احمروا على الناب تتبخر لبرا تطلع على الاطراف نعم. تتبخر لبرا بتسحب ما تبقى من الحراره بتعمل انخفاض في الحراره فمشان هيك الكحول الا المبيد لانه المبيد داخله سكر المبيد بيرفع الحراره شوي تمام. انما بقيه الكحول لها مفعول عكسه هي انها بتخفض حراره الجسم مشان هيك اذا كنتوا بالثلج ما تشربوا كحول مشان تعلوا حرارتكم خذوا نشويات سكريات يعني عم بحكي شوكولا عم بحكي شاي عم بحكي بطاطا عم بحكي رز يعني هذا كان مفهوم خاطئ سائد بالمجتمع انه اللي بده يدفع مثل ما قلت يعني شط صغير او هذا متعارف عليه هون اذا بدك تعطيك التعبير العربي الصحيح بحمى ما بدفى
الحماوه هي اللي بحس فيها باطرافي خدود حمر ودنيه منخيري راس طبيعي هيدي اسمها حماوه وهيدي بتتبخر بعد 2 3 4 بيقشط الحراره معي وقلت انه الكحول بتؤدي لانخفاض معدل هي لانه بسبب التبخر بتخلي جسمي يسقع بتنزل السكري عندك بقى اي مره انا عم بشرب كحول بدون ما اكون اكل هيدي بتعمل لي مشكله اي مره كنت قاعد بلا اكل كمان هيدي بتعمل لي مشكله انه بتقشط السكري عندي اي مره يمكن اخذت اوفر دوز دواء بشكل عام كل الادويه لانه اي نوع دواء لانه اذا كترت ادويه لسبب ما نسيت انه انا اخذ الحبه مني اخذ وكان عندي اكثر من دواء عم باخذها الادويه مكوناتها الكيميائيه ممكن تؤدي الى انخفاض معدل السكري بالجسم وما بدي انسى انه اوقات العامل هون في ملاحظه بدي اقولها العامل العاطفي في ناس كثير بتفكر انه الواحد لما بيعصب بس بيعلى معه السكري في ناس لما بتعصب وبتزعل بيقشط مع السكر بقى لما بيقشط معدل السكر بسبب الحزن هيدي وحده من العوارض المشهوره هلا فيها تكون اوقات نوعيه اكلي انا لا تحتوي على ماكولات غنيه بالسكر كمان بتعمل لي هيدي المشاكل بقى كل هودي مسببات ممكن يؤدوا الى شيء بنسميه الايبوغليسيمي او انخفاض او بنقول لها صدمه الانسولين اللي هي بتقشط السكر بالجسم كيف نتصرف معها كمان خليني اقول لك عوارضها بالاول كده بتعرفها يلا ما الشيء المهم لازم يعرفوا انه يلي بيصير عنده ارتفاع وانخفاض نيناته ما رح يقدر يميز بيناتهم بقصه التعب وبقصه الارتخاء هلا اذا بيزيد عنا انه يلي بيقشط السكر معه انه بصير في عنده تشنجات عضليه بشنج عضلاته بصير يكز بصير يشد بايديه هيدي عارض كثير مهم التعب هو مشترك عند اثنين زياده هون بصير عنده دوخه قبل الغياب عن الوعي الغياب عن الوعي بيجي بمرحله ثانيه بصير عنده غياب دوخه زيادة بصير في عنده اهتزاز ورجفان بجسمه وشغلة لازم كمان أركز عليها هي بصير عنده تنميل بالأطراف يعني إيداء وإجراء بصير نمله النمله سبب أنه نقص السكر فيهم بطل عم يوصل لهونيك بطريقة كتير مرتاحة فهذا التنميل بالأرجل مع التشنجات العضلية وبتحول هذا التشنج إلى عدائية يعني بتلاقي الشخص اذا عم تحكي معه انت بيفعض بوجهه بقى هيدي العدائيه اللي عنده اياها مع التشنجات مع التنميل بالاطراف مع الدوخه مع تنفس سريع وحتى هيدي كيف فينا نقولها بارتفاع السكر بصير عندك تنفس سريع وسطحي مع تسرع بسرعه بنبضات القلب بقى هودي كلهم هاي العوارض هيدي علامه كافيه انه هذا الشخص بلش يعمل عوارض انخفاض بمعدل السكر بجسمه هلا اللي بينخفض معدل السكر بجسمه ما في عندنا حل الا حل وحيد ما في غيره انك انخفض السكر بدك ترفع لي السكر بقى اي مره بنعطي حبه بونبون نعطيه عصير نعطيه حتى مشروبات غازيه تعطيه اي قطعه حلو او ملعقه سكر كفيله انها ترجع معدل السكر بالجسم شو نخليه يشوف حدا مثلا دكتور اذا حميته لا هي بتقشط هيدي بترفع السكري حميته لا اذا حدا حلو انا ما حسني هو انا والله ما حسني خليني هون اقول ملاحظه كثير مهمه اذا لسبب ما اخطات بتشخيصي وبين انه ارتفع ولا نزل السكري لا هون هي الملاحظة بدي أقولها وقمت أعطيته أنا ملعقة سكر ما بتأثر سلبيا يعني إذا كان السبب إنه الشخص ارتفع السكري عنده وأنا اعتقدت إنه انخفض السكري ونولته ملعقة سكر هاي ملعقة سكر ما إلها سايد إفكتس بهيدي اللحظة وما بتعمل مشاكل كومبليكيشنز بالوضع هو يعني إذا ما فادت ما بتضر ما بتضر إنما إذا انخفض السكري هيدي العلاج الوحيد أكيد بدي راجع الطبيب المختص دائما يعني برجع بقول أنا قلتها بأول حلقة وعم بقولها بكل حلقة وبنقولها هلا نحن عم نعطي إرشادات عم نعطي توعية بس نحن ما عم نعمل علاج دائما الطبيب المعالج الطبيب الاخصائي برجع بقول الاخصائي مش بس المعالج هو المرجع الاساسي يعني دائما كيف فينا نتصرف السلوك الاول قدام اي حاله بتقطع معنا لحتى كنا وصلنا للطبيب وهون دائما لانه نحن بنقول انه نحن بمجال الاسعاف نحن صله وصل بين المصاب اللي على الارض لبين ما كان وصل على المستشفى او وصل سياره الاسعاف لعنده نحن منا اطباء من نكفي وعلاجنا نحن عم نعمل صله وصل مشان نوصله بطريقه ضل فيها عايش نعم دكتور الانخفاض والارتفاع بمعدل السكري معقول يصيروا مع حدا ما عنده سكري يعني مش هو مريض سكري معقول تصير معه بعارض 100% بس بتقلي التشخيص هون اذا انا مني اختصاصي موجود معه لاول مره صعب انا اشخصهم اني ما راح اعرف يمكن اللي يسمعوني يمكن شوي يحفظون بس انه اذا انا ولا مره بعرف انه حدا عندي بالبيت معه سكري ما راح اقدر اشخص انه هيدي العوارض بس مجرد بعرف انه في علاج بالبيت للسكري بصير انا بدي دغري افهم انه هون هاي العوارض هاتوا زي الدوز عنده بس كلنا معرضين بلحظه معينه يصير عنا ارتفاع وخلينا نلفت النظر انه الاولاد عندهم سكري في كثير اولاد اعمار صغيره عندهم سكري معروفه هيدي مش بس عند الكبار بس السكري كل احوال مرضى السكري هن من الناس اللي يعني بنعرف كثير حسب قراءاتنا انه قديش بيقدر يتعايش مع هذا المرض قديش بيقدر يصير فريندلي اكثر صديق للمرض من خلال نظام غذائي واسلوب حياته هون انا كنت بالعلامات في شيء يمكن ما حكيت راسي معروف كثير شائعه انه اللي بيرتفع معه السكري بصير عنده مشاكل العينين بالنظر
والتنميل اللي بيصير بالاطراف حتى بيكون سبب هالنقص بالتغذيه اللي عم بيصير، اللي بعدين بنعرف انه اللي بيرتفع السكري عنده والعلاج بطل يعطي نتيجه. نعم. ممكن يوصل لفنحه الغرغرينه يلي هو بيؤدي بعدين الى انه قطع الاطراف. ان شاء الله بتعرف كل الناس اللي بتعرف تعيش مع المرض ويصير عندها سلوك حياه مؤاتي لهذا المرض ما بتوصل لمرحله. كثير الجمله اللي قلتها دقيقه 100%. السكري هو مرض سلوكي تماما. طريقه تصرفي معه ان كان نعم. كتغذيه او ان كانت كمتابعه علاج او كانت مراجعه الطبيب بشكل دوري هي بتلعب دور اساسي انها تحميه ويعيش كل حياته ما عندي مشكله معه. دكتور هون بدي اسالك عن الأطعمة اللي منسميها اللي هي خاصة بعالم الدايت، يعني كلها البلا سكر، قديش هذا الشيء صحيح؟ يعني اليوم خلينا نكون واضحين، إذا بتروح على السوبر ماركت صار في عنا ستاند اسمه دايت ما راح كله شوكولا ما بدي كثير طيبة بأنه كلها بلا سكر وما فيها كالوري، شو ما بدي كثير علق على الموضوع، بس خليني أقول إنه كل شيء دايت موجود مش معناته إنه هذا صحي، خليني بس أركب هالجملة، مش كل شيء دايت مش كل شيء لو فات يعني هذا صحي. شو يعني؟ يعني بعض الأحيان له سايد افكتس تاني مشان هيك ممكن تأثر إلا على صعيد التنمية الغذائية بشكل عام بالجسم. نعم. يعني أنا لما عم باخد بيبسي سمينا مشروبات غازية بشكل عام كنا معك علان أي مرة عم باخد مشروبات غازية لو without sugar يعني كانت ما فيها سكر هيدي هيدي كمان ما بتعني انه بلا سكر 100%، وهيدي اللو كالوري اللي فيها كمان ما بتعني انها هي لو كالوري 100%، الا مشاكل تانية بتاثر على الجهاز الهضمي وبتاثر على خلايا الدماغ. بقى خليني خليها لمرحله تانية، رح احكي بحلقه تانية عن المشروبات الغازيه والمشروبات المنشطه. بنفصل هذا نحكي بحلقه تانية عن المشروبات المنشطه بس هيك على السريع، بحق لنا ناخذ انرجي درينك مثلا وان تايم مره واحده بالشهر؟ هلا كل شيء ما رح اجي اقول لك لا انا كل شيء مره بالشهر اكيد ما رح ياثر، وكل شيء بيأذي ما بيأثر، انه اساسا حتى الدواء يلي هي العلاج اذا بتاخذها اكثر مره بتصير تأذي 100%. بقى كل شيء له حسنات وله سيئات وانا المعدل معي. نعم. اكيد نعم دكتور، خلينا نروح لغير محل ونرجع بحلقات جايه ونرجع نحكي عن الموضوع لانه كثير كثير مهم. صحيح. لمبات التوفير هول اللمبات اللي عم نحطهم ببيوتنا واللي فعلا عم يوفروا لنا الكهرباء، شو قصتهم؟ يمكن الخبرية البعض بيعرفها وسمعها بس أكيد في أغلبية ما بتعرفها وما أنا سامعة فيها. خليني أحكي عنها، أنه لمبة التوفير يلي هي حسناتها أنها بتوفر، إنما لازم نعرف أنه أي مرة هيدي اللمبة منا مثل بقية اللمبات اللي إحنا كنا نعرفهم اللون الصفر يلي بنشوفهم ببيوتنا القديمين، هيدي إذا انكسرت على وقعت على الأرض هيدي في إلها مشكلة كبيرة لازم ننتبه لها، يمنع منعا باتا انه الاطفال تقرب منا نهائيا. السبب انه تحتوي على الزيبق على الميركور، مثل ميزان الحراره. صحيح. اي مره وقعت انما بشكل بخار هو بيتبخر الزيبق وسريع التطاير يعني بيطلع بالهواء على السريع، مؤذي جدا للجهاز التنفسي عند الاطفال. يمكن انا الكبير شوي فيني بحمل عندي مناعه، الولد الصغير ابدا. مشان هيك اي مره انكسرت لمبه بغرفه كل شيء في اولاد لبرا. اثنين نفتح الشبابيك. ثلاثة اكيد الام على السريع بتجي تكنس، انا بلفت النظر هون لنكنس هيدي البودره او الطحن اللي صار او الفتات الازاز اللي وقعت، ولا مره بتستعملوا مكنسه كهرباء لانه مكنسه الكهرباء على الارتجاج تبعها بتطير زياده البخار والغبار تبع الزيبق يلي بيكون موجود على الارض. يعني. بقى مشان هيك الاولاد لبرا نفتح شبابيك، نستعمل مكنسة عادية يدوية نكنس فيها البودرة. نعم. منجيب كيس نايلون منحط الإزاز وما تبقى من الفتات تبعها بقلب الكيس. نعم. والخطوة الخامسة أو الرابعة أو الخامسة هي أنه منخدها دغري ومنكبها بزبالة برات البيت مش بالكوبال بقلب البيت. هل قد فيها نسبة تلوث؟ أكيد. هلأ ما رح أرجع لك أنه مات الشخص من وراها بلحظتها، بس ما عم برجع اقول عند الاطفال مؤذيه جدا للجهاز التنفسي، عند الكبار مؤذيه اذا تصرفنا بطريقه غير الريالتا. يعني كنسنا بهوفر طيرناها بكل البيت وتنشقوها الاولاد وتنشقناها نحن. مشان هيك كمان ارجع عيد، الاولاد ما بيقربوا بنطلعهم لبرا، بنفتح الشبابيك، ما بنستعمل مكنسه كهرباء، بنستعمل مكنسه عاديه، بنحط بكيس نايلون بنكب زباله برات البيت مش بالكوبايه بقلب البيت. الشكر بتوفر على الجيبه وبتزيد على الفاتوره الصحيه. ما هو اذا بدك تطلع بالاخير صناعيا تجاريا اقتصاديا بكل شيء بالعالم، كل شيء انعمل جديد تحت عنوان التطور اكيد كان في له مضاعفات سلبيه على حياه الانسان. في الاحوال ضوء اللمبه الصفراء احلى. انا شخصيا ما بحب اقعد بحاجه. في ناس بتحب غير الوان كمان. يلا هلا ما بنفوت بلعبه الالوان، عم بحكي بشكل عام. دكتور خلينا عم بحكي عن كهرباء انا. بس انا عن شو عم بحكي؟ يعني مثلا اللون الاحمر هون لابق مثلا اللمبه الحمراء منيحه 100%، اللمبه الحمراء الصفراء هلا بعيد الميلاد، اللمبه الخضراء كمان بتعرف اللمبات هلا بالعيد مشكله مشكله الوان. شو حاطط لمبات ببيتك على العيد؟ كل الالوان كل الالوان كل الالوان. عظيم. خلينا نروح لنقطه ثانيه دكتور، اللانتي او العدسات اللاصقه
في خطر باستعمالهم؟ خليني اقول في خطر مزدوج صيفا شتاءا، انما هلا رح احكي عنه انا نحن بموسم الشتاء كمان نحكي بموسم الصيف كمان بيترجم نفسه. عظيم. لازم يعرفوا كمان الناس انه العدسات اللاصقه، لان لاصقه يعني لاصقه بالقرنيه ولاصقه ببياض العين وبسواد العين، يعني لاصقه بكل خلايا العين. عم نحكي عن العدسات اللاصقه الطبيه تحديدا، الطبيه وحتى كل انواع العدسات، بس اكيد الطبيه هي الاخطر لانه فيها درجات وفيها بتعكس حراره، بتعمل كونسنتراسيون لحرارات معينه. هيدا اللي عم بقوله بيطبق بالصيفيه وبيطبق بالشتويه. اي مره حدا حاطط لانتيه قرب على مصدر حراره، عم بعمل باربيكيو بايام الصيف، عم بشوي، او هلا عم بقرب على وسائل تدفئه عم دفي ايدي، او عم بعمل بطاطا مشويه على السوبيا، ارتفاع الاقتراب من مصدر حراره على مسافه لا تتعدى النص متر بترفع درجه الحراره باللانتي وبتعكس حراره مكثفه وبتجي سنتراليزي دغري على قلب العين تحرق العين. هاي بالصوره اللي شايفينها هلا نحن، طلع بعينك فيه مدممه، عين محمره او عين رايح حتى للعمى فيها، وصل فيها درجه العمى. بقى اي مره اقتربت من مصدر حراره بمسافة لا تقل عن النص متر، عم بشوي بطاطا، عم دفي ايدي وانا تارك اللانتي على عيني، او بايام الصيف عم بشوي مشاوي وقربت عليها، او حتى طار الدخان او طار اذا بدك من الفتات من الفحم على عيني، حرقت لي عيني لانه اللانتي بتحرق زياده لانه موجوده ملاصقه للعين. انتبهوا لهي الشغله بعد عن الحراره، اللي كل الناس اللي بتحط لانتي بعد عن الحراره اقله ابعد من نص متر. نعم. وبخصوص الصيفيه بالسياره، احنا صايقين لما الشمس بتعكس بطريقه قويه على الازاز، الناس اللي ما بتحط لانتي بتتاثر عيونها، كيف الناس اللي بيحطوا لانتي دكتور؟ شوف سؤالك انت جاوبها. يعني بقصد قديش كمان فينا نتوقع من درجه الحراره بالسياره؟ هلا هي نفسها بالسياره اللي عم تعكس، انما الفرق انه انعكاسها منه مباشر، يعني منا ازازه عم تعكس على العينين قد ما هي انعكاس على التابلو على عيني. بتضل الدرجه واطيه، ومع العلم هون بنعرف نحن انه الاطباء العينين بيعطوا اطرات للاشخاص اللي بيحطوا لانتيات، لانه بعض الاحيان بترتفع حراره العين. تمام. بقى بنعطي شيء بورد العين تيخفف، او حتى مع استعمال اللانتي بنعطيهم على طول ملينات وعلى طول بنعطيهم سائل مشان يرطب اللانتي ويرطب العين معه. تماما. يعني بتعرف موضوع القصص اوقات مفكرها بسيطه، نحن بنروح للامور بكثير بساطه. هون معلش هلا اذا ذكرت سيره السياره، لو انه الموسم شتي مش موسم صيف، ما بعرف اذا بعد نحكيها بشي حلقه، بس هلا ذكرتها بنقولها انه وناس كمان بتعرفها، انه نحن لما نطلع بقلب السياره بايام الصيف، بس نطلع بالسياره قبل ما ندورها نفتح الشبابيك، لانه الحراره وارتفاعها بقلب السياره بتبخر غاز البنزين يلي موجود بتابلو السياره. بقى اي مره انت طلعت بقلب السياره الشبابيك قاعده مسكره، دورته ومشيت وبعدين عم تدور الاي سي، بتتنشا كل هالغاز الموجود بقلب التابلو، كمان غاز مسمم لحتى الشبابيك اول شيء، وبعدين الشبابيك بعدين ندور الاي سي بعدين بنمشي. نعم دكتور، خلينا نروح لنقطه ايضا اخرى، الكهرباء بفصل الشتاء في بعض تصرفات اللي بدك تخبرنا عنها. هي الكهرباء قصتها كبيره بالبيوت، ويمكن مره بحوادث المنازل حكينا عنها، هون رح ارجع عيد لانه نحن هلا على موسم اعياد. نعم. السنه الماضيه واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، وبلبنان وخارج لبنان. نعم. وان شاء الله السنه ما بتصير، ان شاء الله في بيوت عم تحترق من وراء شجره الميلاد. بقى الطوائف المسيحيه يلي عم تحط شجره ميلاد، او حتى الطوائف الاسلاميه اللي بتستعمل اللمبات كمان باعيادها، ينتبهوا منيح بس الشجره لانه اخطر، لانه فيها اكثر في ورق تحت منها للمغاره وفي اشياء ثانيه. حتى في ناس بتحط ضوء بالمغاره، يعني بتحط ضوء. صحيح. هلا عم بقولوا بقى ينتبهوا، بس فلوا من البيت، بس فوت على النوم، وانا عم شدد بس فوت على النوم لانه في كثير بيحبوا يتركوها دايره كل الليل. في بيوت الدفاع المدني، هلا دق للدفاع المدني رح يقول لك انه سنه الماضي واللي قبلها طلع على كذا حريق بيت كان سببه شجره الميلاد والمغاره، لانه تركوا اللمبات وفلوا. ما بعرف اي ساعه بيصير في ماس كهرباء بقلب الشريط. ما بعرف اي ساعه تكون انا مقربه على ورقه يمكن من المغاره حميت اكثر من اللزوم، عملت الحريقه. بقى اذا بتريدوا نحن دائما نشتغل صحيح اسعافات اوليه، بينما الاهم نشتغل وقايه مسبقه. تماما. بقى ما توصلوا لهالمرحله، لانه بشريط لمبه حقه 10 دولار بحرق بيت حقه 200,000 دولار. واكيد عم بخنق عائلتي واولادي اللي هي الاهم، وهي حياه العائله اللي موجوده انا وموجود انا وياها. فمشان هيك نطفي الشجره قبل النوم، نطفي الشجره بس نفل من البيت، هودي التصرفين الدقيقين والسيفتي. نعم. ضروري جدا لاحمي حالي واحمي البيت واحمي عائلتي. حتى كل ادوات الكهربائيه بالبيت، يعني اذا لما نفل من البيت مو محبذ انه نطفيها، صح؟ اكيد هلا ما حدا بيعملها، انما هيدي اللي انا اكثر شيء بركز عليها. هلا في شغلتين او ثلاثه بعد رح اقولهم بالموضوع ذاته. نعم. الاوفرلود على الاكستنشن تبع الكهرباء، يعني انا حاطط هلا لاني عم ركز عليها الشجره وثلاث اربع شرايط
لمبات موجوده ونواسه ويمكن على المحل ذاته حاطط فيشتو هندي تبع تبع التليفون وحاطط يمكن سليلاري عم شرجه ما بتحمل ما بتحمل هالقد كهرباء. هلا اللمبات منهم هالوات تبعهم يعني منهم هالمعلمه بتزيد القصه بس ما بيمنع اني انتبه ما يكون في شيء اكثر من هيك على نفس المخرج يعني ما يكون حاطط تلفزيون وحاطط شيء ثاني وثالث او دفايه كهرباء على نفس الفيشه اصلا بدي اشوف الفيش قد ايه بيحمل يعني قد ايش مش الفيشه انا سؤالك كمان محله مش الفيشه ما بعرف شو في بالحيط لانه انا ممكن يكون جاي برالونج او اكستنشن الشريط تبعه تخين كثير بيحمل وله 10 مخارج بس بيحمل 10 فيس بس اكيد اللي بالحيط ما بيحمل نفس الشيء اللي موجود برا فانا بفكر انه انا قد ما كثرت اللي برا ما هدول بيحملهم الاكستنشن بس الحيط يمكن ما بيحمل اكثر من 3 أو 4 شغله ثالثه بركز عليها هلا كمان بموضوع الشتويه انه في كثير ناس حطوا السجاد حطوا الموكات بدهم يمرقوا شريط كهرباء بيطلع شكله بشع اذا مرقته هيك او ما عندي طول كفايه مرقه داير من دار الحياه وقوم مرقه تحت السجاده لازم ينتبهوا انه اذا كنت انا عم مرق افتراضا دفايه كهرباء شريطها تحت السجاده هي لوحده كافيه ان تعمل ارتفاع حراره بقلب صحيح. الكابل بقى كيف اللهم اذا مغطاها بسجاده رح ترفع الحراره ضرب 10 وفي احتمال كيف اللهم اذا كنت عم بمشي بالمحل اللي انا مرقه يعني اذا مرقه انا تحت السجاده بس شوي حيده يمكن ما بدعس عليها اذا صارت انا مرقه بنص السجاده وناس رايحين جايين على هالمنطقه هيدي رح يحمى ضرب 20 بقى بليز كمان شايف الكهرباء ما بتمرق تحت السجاد جيبوا رالونج ومرقوها برم مع الحيط مع النعلة تتصلوا على المخرج اللي بدكم اياه بسيطه يعني ما بدها هلا ما بدها كثير يعني لا لا مجهود نحن عم نرجع نقول انه اذا بيسمعوني هلا بيقولوا منطق اللي عم بحكي بس تعا عملها ما حدا بيعملها في الوقت ما لنا شلاده او ما تخطر على بالنا او ما فكرنا فيها 100% دكتور يعني خلينا نمرق بعد شغله يلا بعد شغله ما لها علاقه هون بس لها عليها بالكهرباء بغير محل هلا كمان ايام شتاء بفوتوا بردانين تياخذوا دوش نعم بعض الاحيان بعض البيوت فيها ازونات بقلب الحمام جوا مش مش على التغطيه بيكون ظاهر بيكون ظاهر بقلب التواليت اذا بتريدوا كمان انتبهوا لشغله انه غزاز المي اللي طالع من الدوش تبعكم اذا الازون بعده داير وفي تهريبه كهرباء او في تسليط لشريط الكهرباء في مكان ما ممكن يعمل ماس ضلوا بارضكم 100% اصلا التواليت المفروض بدي ارجع على كلمتك نطفي كل شيء كهرباء حتى بالحمام نحن عم ناخذ دوش نطفي الازون بعدين نفوت ناخذ دوش اصلا من اساليب التوفير اليوم اللي المفروض نبلش نتبعها نحن بمجتمعنا اللبناني هو لما نفل من البيت عن جد نطفي كل شيء حتى التلفزيون لانه بيصرف يعني التلفزيون قديش رح نقول ما بيصرف فعلا هيدا الضوء الصغير انعمل احصى على هيدي النقطه وقالوا انه بخلال العالم كله انه بيصرفوا كهرباء على هاي النقطه الحاله تترك داير على صعيد الدوله على صعيد بلد رقم مضطرين يعني فينا نوفر لحتى كمان نكون عم نضرب تحت عنوان ترشيد الطاقه هيدي تماما خلينا نروح انا وياك اليوم لجاي عاصفه ان شاء الله بنهايه الاسبوع انا بقول ان شاء الله لانه الله يبعث الخير وما كل شيء كل شيء بوقته حلو استغرب يعني احنا بكانون ثاني انه ما بعرف اذا هلا ما اجت عواصف اي متى رح تجي العواصف ولكن البعض عم بيقول انه هي من اقوى العواصف اللي معقول تضرب البلد بعد ما في شيء دقيق مصلحه الاصطاد الجويه بعد ايضا ما في بيان دقيق صادر عنا ولكن بالمطلق يحكى عن عاصفه رح تضرب البلد بنهايه الاسبوع ورح تكون فيها سرعه رياح كبيره وبالاضافه لانه رح يكون في عندك نسبه امطار هائله مثل ما قرينا وبرجع بقول المعلومات غير دقيقه للحظه كيف فينا نتصرف بهذا بالاول رح احكي عن التنقل يعني انا طالع من المدينه طالع على الجبل نعم. هلا منطقتي وضيعتي بعرفها بكون اكيد معود اكثر من حدا غريب طلع يعمل لي زياره بعرف الكواع بعرف التهريبات وين وبعرف يمكن اتصرف حتى بكون ابا عن جد بعرف اتصرف صح قدام الموضوع اذا صار في عندي تسكير طرقات او الاخر انما بيمنع كمان ان نضوي عليها اكثر انه بعض الاحيان لما انا بنزرب على الطريق او بطلع بكون الطريق ثلجي ومسكره نعم. او سكرت علي انا وهنيك وصار فيه لسبب ما انقطاع بالطريق في بعض الامور هلا بتقول لي مين عم بيعملها بقول لك يمكن 10% بيعملوها يعني يلي بيفهموا بالشغله يلي نعم. معودين او يلي بيشتغلوا يمكن بمجالنا وواعيين لهالموضوع ومشان هيك انت معنا لحتى يصير 100% او 90% اللي عم بيعملوها حتى نحن عم نعمل مثل دراسه نعم. خليها بوقتها بكره بحكي عنا عم نعمل شيء مثل مشروع مشان نكبر نعم. الموضوع على صعيد البلد كله ان شاء الله خلينا نقول اول شيء لازم يعرفوا انه انا لما بطلع على منطقه معي رجال معي ناس ختياريه او حتى معي ناس بالغين مش ضروري يكون نعم. ختياريه عندهم ادويه مزمنه بياخذوها بشكل دوري يعني انا باخذ دواء للضغط او دواء للسكري هلا عم نحكي موضوعنا نعم. صبح وظهر وعشيه
وانا طالع ومشواري بعيد، مشواري طويل ومشواري على جبل، بدي اخذ ادويتي معي، لازم يكونوا ادويتي معي، لانه هذا الشخص الكبير او الكبير بالعمر او المريض ما في يقطع الدواء لانه سكر الطريق بالثلج. بقى ادويه المزمنه المفروض يكونوا معي بتنقلاتي انا ورايح انا وشيء. اثنين، بنقول لازم تتجهز السياره بمعدات اقل هو نحتاجها في حال سكر الطريق بوجه. يعني انا سكرت علي بالليل بالعتم، ما بعرف منطقه وصل علي، او انا انقطعت علي عضعت انقطعت بمنطقه قبل ضعتي ب 10 كيلومتر، ما فيني انزرب. بقى ضروري لازم اعرف ان يكون معي عده، معي حريم لانه اذا معي اولاد برضه مفروض غطيهم. نعم. معي كابل قطر مفروض يكون بقلب السياره. نعم. معي جنزير للدوليب لانه لازم الناس تعرف كمان، وبتعرف الناس بس انه قليل اللي دائما بيخذوه بعين الاعتبار انه ما بطلع على جبال منطقه جبليه صحيح فوق ال 1000 متر الا ما يكون مجهز بسلاسل حديديه او الدوليب. نعم. لها مسامير خاصه لهيدا النوع. نعم. لازم اعرف واخذها بعين الاعتبار انه التنقل صباحا جدا او مؤخر جدا بالليل اثناء وجود جليد بالارض مش ضروري يكون في ثلج. يعني هل انت بتقلي عن عاصفه ثلجيه؟ صحيح. نسي العاصفه الثلجيه، هل نحن على المرتفعات في عنا تجليد بيتجلد الارض، بقى ممكن تؤدي الى تصحيح. بقى اتفادى التنقل بالفتره يلي هي بين الخمسة ستة الصبح. نعم. او أربعة الصبح اذا انا قايم بكير، لانه هالفتره ما في شمس، ممكن ما في بعد حراره، ممكن يؤدي الى تصحيح على الطريق. نعم. لازم يكون معي رفش بقلب السياره. مفروض يكون معي بيل تورش استعمله للإضاءة. نعم. مفروض يكون معي سلولاري مشرج، ومعي مشرج للسلولار بقلب السيارة يشرج على بطارية. نعم. السيارة هون بلفت النظر أي مرة نحن قاعدين بسيارة وانزربنا يسمعوني منيح، كبار بالعمر أو شوي بالغين أو ناس عمرهم شوي أو عندهم مشاكل صحية نتفة، لازم أنا وقاعد خبط إجري بالأرض السيارة، أفرك إيدي مع بعضهم، لأن الجلوس بطريقة ثابتة بيؤدي إلى ترقد الدورة الدموية بالجسم. نعم. على ارتفاع حرارة، على ارتفاع مستوى جبال حرارة منخفضة ممكن تؤدي إلى تجمد لإيدي. نعم. نمل وبطلت عم حس فيهم. نعم. بقى فرك الإيدين وتخبيطها بالأرض منيح ما بيمنع هون ان يكون اخذ معي لوحين ثلاثة شوكولا، اذا اعرف حالي اذا مشواري طويل وانزربت اكل شوكولا برجع اقول لانه مصدر ومصدر حراره بيحرق كالوري زياده. ما توصي حظيظ دكتور، هيدي مش لك اذن. شغله ثانيه خليني اخذها بعين الاعتبار وينتبهوا لها، السياره ما بخليها تضل دايره كل الوقت، بطفي وبدور تحافظ على اول شيء البنزين معي وحافظ على ما يصير في تلوث. ليه عم بقول هيك؟ ينتبهوا منيح شو رح اقول. اي مره ارتفع نسبه الثلج برا انا محل هلا عم شوي عم بعطيها القصه. نعم. مفكرين بالخراج عم بعمل الثلج فكر علينا، بلش يعلى الثلج بمحل معين. نعم. وصل فوق عادم السياره يعني فوق الاشافمون فوق الطمبوني، بيعمل رتور للسي او 2 يلي بقلب. نعم. الاشافمون عم يدخل السياره بيطلع من التابلو. نعم. بقى اي مره انا مدور السياره مشان هيك بقول ضل ندور ونطفي ونشق الازاز اصبع او اصبعين تيصير في خروج للسي او 2 ودخول الاكسجين من الخارج. نعم. حاجة عيدة. اي مره ارتفع نسبه الثلج او ارتفاع مستوى الثلج. نعم. اعلى من ديبو السياره، اعلى من الاشافمون من ورا. نعم. سكر الديبو ممكن يعمل رتور للحرق اللي عم بيصير بالموتور ويرجع يطلع من تابلو السياره. نعم. يخنقني. نعم. عشان هيك نطفي السياره ودائما نفتح الشبابيك على القليل اصبع واصبعين تنحافظ على عم نتنفس. نعم. وسيله تهوئه. نعم. للناس اللي قاعدين بقلب السياره. نعم. وما ننسى برجع اقول فرك الايدين وفرك الاجرين، اذا حدا برد بدنا نغطيه بالحريم اللي بده يكون معنا. نعم دكتور، واكيد ما بننسى نتصل يا بالدفاع المدني يا صليب الاحمر، ما ننسى انه في هيك السلولار معنا في حال احتجنا. صليب الاحمر اللبناني 140. نعم. دفاع المدني 125 وقوى الامن 112 و999 للرقم الثاني اللي عندهم اياه قوى الامن، فينا ندق لهم. نعم دكتور، علقنا بالثلج عرفنا شو نعمل، بالمي اللي صار كثير بهالايام عم نعلق بالمي شو بنعمل؟ قصدك بالفيضانات؟ ايه هلا احنا بنطلع في مواضيع كثير فينا نحكيها، فينا نفتح بعد موضوع اطول من هيك. خليني اسال عن المي، كيف بنعلق المي؟ بنخلي السياره المي. هلا المي بلبنان هي مش مي، هن بحيرات هون. نعم. بقى بالبحيرات بدك زوارق، بقى مشان هيك تنقذ البحر بالدفاع المدني، هيدي نقطة أولى بالدفاع المدني. إنما خلينا أنا عم أعطي ملاحظة شو لازم الناس تعرفها. أي مرة ارتفعت نسبة المي فوق مستوى نص الدولاب. نعم. اتركوا السيارة. لأنه أي مرة عم بحكي عن مياه ثابتة. نعم. مياه ثابتة. أي مرة المياه كانت جارية أكثر حتى أقل من مستوى نص الدولاب ممكن تدفش السيارة معها. بقى مشان هيك هيدا عم بحكي فيزيك وعرف متعارف عليه. نعم. أي مرة ارتفعت نسبة المياه بمياه ثابتة فوق المستوى يعني وصلت لقلب السياره في مشكله، انما بلس بيكون المياه جاريه بتجرف العربيه معها صار في خطر على حياتنا، بقى اتركوا السياره اذا لقيتوا المي. نعم. عم تدفش زياده بلش تعلق اكثر من هيك. نعم. قادره المي انها توقع شخص اذا كان سيرا على الاقدام مجرد وصلت فوق مستوى الركبه. اذا كان بقوه يعني اذا كانت بقوه حتى. تمام. على نص بطه الاجر بتوقعه 100%. بس فوق الركبه على مستوى الركبه ومياه جاريه بتوقع شخص، مشان هيك كمان تحشوا السير بقلب المي اللي بتكون وصلت ركبه او تحت الركبه شوي. ركبه بنعمل بالبحر بالموج، الموج بتوقع هون هي لانه الموج بتخش، بقى المي الجاريه الجارفه بتعمل نفس المشاكل. هلا الشيء اللي بخوفني انا اكثر بايام الشتاء هي اذا في عواصف رعديه
وزواعق ومعنا فيضانات والى اخره. ليه بتقلي هيك؟ لانه خصوصا بلبنان بكل دول العالم موجوده بس مش قد لبنان. شرايط الكهرباء شبكة صيد شبكة سمك يعني مشبكة مش شريط وشريطين وثلاثة. أي مرة عواصف قوية انقطع شريط كهرباء نزل بالماي وأنا بالماي لا دخيلة من الماي بصير بالسماء. وهون خليني أقول لك مثل صار مش من زمان مع أحد عمال سوكلين اللي هون بلبنان إنه كان عم مثل ما هني بيعملوا وجباتهم يعني عم بيشتغلوا عم بيحرك حاوية حديدية من الحاويات تقربها يفضيها سائب التري بالليل نزل زاعقة ومقطوش الشريط ونزل بقلب الحاوية بيلزق فيها. فمشان هيك انتبهوا لهذا الموضوع. وبعد شغلة بقولها بس يكون في عنا فيضانات ماي مش كتير أنا بحبز التنقل بالمناطق خصوصا إذا في حفريات وجوار لأنه كلنا بنعرف إنه وقت يكون في ماي بتسكر معالم الأرض ما في نميز الجورة من اللاجورة. وفي ناس يمان في ناس واعين بجورة تليفون او جورة ريجار لانه كانت المي معومه ما قدروا يميزوا اذا جوره ولا مش. يا ريت ما فينا ما نتقل بهذه الفتره ولكن بتعرف ناس تروح على اشغالها بدها ترجع تداوم بشغلها بدها تزاول عملها وللاسف اوضاع طرقاتنا ما كثير بيسمح التنقل بهذه الفترات. انا بشكر وجودك معنا اليوم باستديوهاتنا. شكرا على كل المعلومات هذه خليني اقول هذا البيكار اليوم اللي وسعناه لحتى نكون عم نوصل معلومات ونكون عم نوصل نصايح لاكبر شريحه ممكنه من المشاهدين اللي عم يشوفونا. طبعا موعدنا رح يتجدد معك اسبوعيا دكتور جبران أربعوني اختصاصي بالاسعاف الميداني اداره وطب الفوارس. اهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا رح نتابع نحن وياكم باطار برنامجنا لليوم. طبعا الشيف نزار صار جاهز ولكن بعد الفاصل. صباح الخير لكل الاشخاص يلي هلا بلشوا يترافقوا معنا بصبحيتنا وين ما كنتوا وشو ما كنتوا عم تعملوا. اكيد نهار موفق بتمنى لكم يا نهار تنين وبدايه جديده دائما تكونوا هيك مقلعين اسبوع بنشاط بايجابيه دائمه. مثل ما عودناكم بصباح لبنان اوقات بنعمل جولات على المناطق اللبنانيه وخاصه كيف اذا هلا الجوله على ابواب موسم الشتاء موسم التزلج يلي غاب سنه الماضيه عن لبنان بسبب ظروف الطبيعه يلي هيك ما انصفتنا بالثلوج. انما السنة الموسم واعد واكيد لما بنحكي عن تلج اكيد متوجه لارز الرب لبشري. هالمنطقة اللي رح نتعرف عليها اليوم منطقة ترتفع عن سطح البحر تقريبا 1500 متر واكيد وما فوق لما نطلع على الجبال العالية الاعلى بهالمنطقة. منطقة بتمتاز بمناخ بجنن مناخ رائع وناس صدروا للعالم كبار امثال جبران خليل جبران الى جانب ايضا المعالم المميزه جدا الطبيعيه يلي موجوده من غابه ارز الرب المحميه يلي لبنان كله بيفتخر بوجودها وايضا بموسم تزلج وموسم سياحي بامتياز. بشر بنتعرف عليها بهالريبورت عبر صباح لبنان. وصل إلى بلدة بشري بشمال لبنان فبتستقبلك طبيعة هادية وأقوال لجبران خليل جبران ابن بشري البعض. بشري ومعناها بيت عشتار تستريح على كتف وادي أديشة حيث بتعبق رائحة القداسة وحيث بيشهد تراب هالوادي المقدس على تاريخ حمل الكثير من التحدي والأمل. حضرتك رئيس بلدية بشاري خبرني شوي عن خصوصية هالمنطقة بشو بتتميز شو هي أهم المواقع السياحية ببشاري. بشاري تقريبا بتختصر كل المقومات أكثر المقومات السياحية اللي بنحكي عنها بلبنان. بنبلش بالأرز بغابة الأرز اللي أرز منه هي على العلم اللبناني كشعار للعلم اللبناني وغابة دهرية وتقريبا صار بيقولوا أرز لبنان يعني في أرز بغير محلات بلبنان بس صار شهرة أرز لبنان من وراء هيدي الغابة. ننزل من الغابة منوصل على مغارة أديشة اللي هي تقريبا بأسفل الغابة واللي مغارة حسب تقارير الخبراء الأجانب
المحليين عمره بين 3000 6000 سنة، اللي بلحف الجبل اللي بينبع منها نبع أديشة ونهر أديشة، بعد مغارة حية واللي مفتوحة قدام الزوار على طول. بننزل منها بنوصل على متحف جبران، هون عفرت خط متحف جبران يلي هو داير قديم يلي فيه قبر جبران وجثمان جبران بمحبس من القرن السابع، واللي الدائر يلي داير مرساركيس مع غابة مرساركيس، هيدا الدائر اللي ملك لجنة جبران الوطنية اللي فيه 440 لوحة. على في كتير بالعالم ما بيعرفوا جبران غسان، عنده 440 لوحة أصلية موجودة بالمتحف، والمتحف هذا من القرن الثامن عشر واللي كان داير للآباء الكرماليين واللي محفور بقلب الصخر كمان، واللي بيزوروا سنويا من بتقول الأحوال رايقة وفي حركة سياحية، يعني بيزوروا بين 50,000 و60,000 سائح من جنسيات مختلفة، واللي بيعتبروها مثل كأنه محج أكثر ما هو أحد عم يشوف لوحة. كيف أمضي عن هذه المدينة وأعبر البحر من غيرك آبا؟ بنفس الوقت إذا بنكمل بنكون صرنا على تم وادي أديشة، وادي أديشة يلي كلمة أديشة اللي جاي من السرياني يعني الوادي المقدس يلي بيمرق فيه نهر أديشة، واللي بيكمل عوادي النوبين هن اثنين سوا طولهم 15 كيلومتر، اللي هو فيه تاريخ الموارنة وتاريخ المسيحية بلبنان، واللي فيه كتير أديرة مناسك مغاور إضافة للتنوع البيولوجي. إذا المحبة أومت إليكم فاتبعوها. النطاق البلدي لبشري في قرنة السودة اللي هي أعلى قمة بالشرق الأوسط 3080، اللي هي خزان مائي بغذي المنطقة كلها سوا، بغذي كل الينابيع. في عنا دروب الجبل، في عنا مدارج التزلج، منطقة الأرز فيها شاليات، فيها فنادق، فيها مطاعم. على بيادرها تدرسكم لتظهر عريكم. هل تعتبر بشري منطقة محرومة بالنسبة لغيرها من المناطق؟ تقل السكاني شتاء صيفا هو بشري، شوي بحصرون شوي بحكشيت، بس اشبالها فاضي المنطقة، الناس عم تتخصص كلها سوا، أكتريت عم بتهاجر، أكتريت عم تترك على السواحل، بدك فرص عمل. نحن بنعيش من قطاعين، قطاع زراعي وقطاع سياحي. إذا ما في أمن ولا في وزارات معنية هي بتشجع وبتاخد مبادرات وسلطات محلية، ما عندنا صناعة سياحية بعد. أنا بعرف من الأجانب اللي بيزورونا بيلاقوا طبيعتنا من أحلى الدنيا، لكن بدها كتير، بدها تنظيم، بدها تحديث، بدها تخلقي فيها شيء. وبنفس الوقت ما فرص عمل، نحن هلا التعليم الجامعي صار عام هون ببشاربي مثلا، البيوت كلها صار، شو بيشتغلوا الناس؟ المحبة لا تعطي طيب إذا بدي أسألك عن خصوصية أهل بشاربي كشعب. أنا اللي بحبه ببشاربي شكل نحن ربينا، نحن وصغار يقولنا بشاربي أم الفقير وأم الغريب، هاي خصوصية بشاربي. ممكن تبهدل الفقير بشاربي، في تضامن اجتماعي معه، ولما حدا بيجي بيسكن بشاربي، وقت الحرب اجا ناس تهجروا المناطق وسكنوا معه، علموا ليهم يعني اشتريوا أرضها وبيعمروها، لو حس حاله غريب ما بيسكنها. إذا حدا مرات بشاربي فتح محل أو دكان، الناس بيشتريوا من عنده قبل ما يشتريوا من عند جيرانه وأقرانه. أي شغلة بحبها أنا بشاري، بشاري مضيافة، وكمان مش داعي بشاري الجيراني عندهم أصعب، يعني حافظوا على كرامتهم يعني. كونا فرحين غني فرحين إن متركا بينكما بعض فسحات لترقص فيها رياح السماوات. وبتبقى ضيانة بجمالها وكرامة أهلها.
خير دليل على شموخ جبال لبنان وثبات وطننا بهالشرق المعذب. وريح السماوات يلي رسمها جبران بكتبه وكتبها عن بشري وعن لبنان، كل يلي طلع على هالمنطقة بيعرف عن شو عم نحكي وعن هبوب هالريح السماوية يلي بسماء هالمنطقة بتعصف، على أمل أنه لبنان كله يكون عم يعصف استقرار وفن وهيك سلام بكل أقطاره وبكل جوانبه من أقصى شماله لأقصى جنوبه. أكيد صباح لبنان بيتابع فقراتنا متعددة، وهلأ رح نحكي عن ألبوم غنائي إنما ألبوم موسيقي متفرد ومتميز رح نسلط الضوء عليه. خلونا نحكي أكثر مع توني مخول عن Dancing Hearts. Dancing Hearts بضم 14 مقطوعة موسيقية من تأليفه وتلحينه وتوزيعه موسيقيا، هو اللي قدم الموسيقى العميقة القريبة من القلب وبتعبر عن شخصيته شخصية مؤلفة هدفه العالمية، وهو اللي قدم على إيقاع دقات قلبه دقات ونغمات ترقص عليها قلوب كتار. بدي رحب معي بالاستوديو وأقول صباح الخير للمؤلف الموسيقي توني مخول. صباح الخير. صباح الخير شاجر، شو أخبارك؟ الحمد لله. أول شيء أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان وألف مبروك Dancing Hearts، الألبوم يلي انطلق بأربعة ديسمبر بقصر المؤتمرات بالي دي كونغري بالضبية. نعم، هو اللونشينج بلبنان كان بأربعة ديسمبر مثل ما قلت، بس هو اللونشينج انعمل كمان وورلد وايد ب 21 أكتوبر صحيح 20 الأول عبر الولايات المتحدة الأمريكية. ب 21 كان موجود بكل الأسواق عبر الولايات المتحدة الأمريكية صحيح. أكل حال رح نحكي بالتفصيل عن Dancing Hearts، عن الجولة العالمية، عن الانطلاقة بلبنان، ولكن بالبداية رح نتشارك مع المشاهدين لحتى نحن وياهم نكتشف شوية خبايا من خلال ريبورت مين توني مخول، ونرجع نغوص بالعمق بكل التفاصيل الموسيقية لهالفنان الحساس يلي بداخلك ويلي أنتج قبل الكثير من الانتاجات وهلأ Dancing Hearts. البيوغرافي اللي خص صباح لبنان فيها توني مخول، شكرا لك. وعلى كل حال هيك لمحة سريعة قبل ما نفوت بتفاصيل، رح أبدأ يمكن من Dancing Hearts. أول شيء ليه الإطلاق هيك نعمل بالولايات المتحدة قبل لبنان؟ هو بالحقيقة تسويق عم بيكون، أنا تسويق عم بعمله من الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس. نعم، لأن حطيت هدف الأول إنه بدي يكون موجود بالأسواق برات لبنان، الأسواق العالمية كل الأسواق. بالتالي الشركة اللي بيعملوا ماركتينج هني موجودين بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحددت ب 21 تشرين الأول الماركتينج هون، بعد ما كان الإطلاق برا، بعد هون ما كنا أخذين الخطوات الأساسية تنقدر نعمل ورجعت أسرع منا، يعني أسرع منا الأمريكيين طلعوا. كانت الخطوة التالية لبنان ب 4 ديسمبر. هلا نحن وعم نتحاور عم نسمع Dancing Hearts للميوزك، عم نترافق هيك حتى نروق أعصابنا للميوزك بتجنن. ب 4 ديسمبر الإطلاق كان في لعب موسيقى لايف، كان في يعني خبرنا شوي عن حفل ما كان الإطلاق، ما كان في لعب فادو. نعم، هو كان برعاية وزارة الثقافة مع الوزير الثقافي أستاذ ريمو عريجي، وكان بالقصر المؤتمرات بدبي. لا، ما كان في لعب موسيقى لايف، كان في لمحة شاملة لأن ما بيعرفوني أنا أنطوني مخول. وكنا عاملين مثل أنا حكيت عن شوي عن عن السداء وعن موسيقتي وعن أفكاري بالموسيقى، وكان في سينياتور للسداء كمان يعني، بس ما كان في إيفنت لايف. لا، مش الهدف كان لايف. ممكن تفكر بهيك خطوة للمستقبل، يعني العمل مثل
كونسرت معين لجمع يعني الموسيقى كلها بكونسرت او طبيعي؟ هيدي خطوه طبيعيه تجي ان شاء الله. ان شاء الله عكس حال دانسينج هارتس كنت عم تحكي عن الموسيقى يلي بتشبهك اللي انت بتقدمها. قبل ما نحكي عن التراكات لانه هو بيضمن 14 مقطوعه موسيقيه، نعم. شو الموسيقى يلي انت بتشبهك؟ شو العزف يلي انت هيك ميال له اكثر بتاليف مقطوعات الموسيقيه؟ هلا انا بالموسيقى تبعيتي بشتغل بطريقه يعني انا على طول بس اسمع حيلا عمل لغيري اللي بيسحبني الميلودي، اذا في لحن حلو هيدا الشيء اللي بشدني. وانا شيء اساسي بموسيقتي اول شيء بده يكون في ميلودي كتير حلوه يعني تقول تنبسط بس تسمعها او قلبك يهفلها. اول شيء بجرب اخلق هالميلودي، بس تنوجد تاني خطوه بصير التوزيع الموسيقي اللي بدك تحط هاللحن بقالب مرتب تيقدر يوصل للناس وتيقدروا يحبوه. وانا المقطوعات منا طويله، مقطوعات صغيره، تركات دقيقتين وثلاث دقائق. نوع الموسيقى هو ايزي ليسنينج بيقولوا لها، يما سهل السمع وسوفت جاز يعني مصنفه بين هالنوعين. يعني الشيء الاساسي عنصرين همين انا وعم بشتغل على طول بحطهم قدامي وبيرفقوني، الميلودي الحلوه والتوزيع الموسيقي بده يكون مميز. وانا بشتغل كثير على التوزيع، يعني اللحن ما بياخذ وقت. نعم. اللحن دغري بيجي لحن هيك بتطلع معك اوقات يعني بتمرق ميلودي براسك بس ما بتكون قاعد مركز باستوديو عم تشتغل، بتسيفها بتشتغل عليها بتطورها، كيف يعني خبرني هون كيف تشتغل على التراكات يعني الموضوعات يلي هيك كل تراك انت تتخيل مود معين بدك تشتغل فيه، بتحط تام معين بتشتغل على اساسه، كيف بيصير الشغل من هالناحية؟ هن شادي اذا بدك 90% يمكن ولا اكترية الالحان ما بتطلع بالستوديو، ما بتعرف وين بتكون، يحصلوا برات الستوديو ما بتعرف وين بتكون، يعني على الطريق بالسيارة مسافر اسانسور باركينج ما بتعرف هيك حالي شو بتعمل كيف بت يعني بلقط شقفة ورقة بأيد او بشيل السلولار وبسجل وبيبقى محفوظين عندي الالحان. هلا تاني خطوة هي انه بدي ارجع اسمعه انا بعد فترة تاني نهار، بدي اسمع اللحن اذا لقيته حلو بدي خليه والا ما بكمل فيه ولا ما بتطوره اذا سمعته قلت حلو هاللحن كمل فيه. هلا بخليه وبجمعهم بس يكون عندي وقت بيشتغل توزيع. توزيع بياخذ كثير شغل وجهد، وهذا اللي انا بعتبر يعني انا ما بعتبر بدي امبيانس واجواء مرتبه وراح اقعد محل حلو تلحن، لا لان مش بتطلع الالحان وين ما كان، الحياه طبيعيه يعني. نعم. يمكن هيك الافكار بتطلع منا لحالها ما بتعرف وين بتطلع. اي مرحله اصعب التلحين كخلق يعني كخلق اللحن او مرحله بعدين انك تخلق له تحطه بقالب توزيعي هيك يشبه يلي انت بدك توصله؟ لكن اللحن ما انه صعب تخلقه، الصعب انه تقدر انت تعمل تقييم يعني سيلف اسسمنت يعني تقييم ذاتي تقول انه هيدا حلو ولا مش حلو، مش تعمل لحن وتقول هيدا يعني بدك تعرف هون الصعوبه، بدك تعرف انت تختار الحانك من بعد ما تعمل هالالحان، بدك تختار الحانك في منهم بدك تقول هولي مش منيح ما بدي اعملهم بقى ما بدي اطورهم، وفي هون هالسلكشن صعبه. وتاني خطوة التوزيع مش صعب بس التوزيع بياخد كتير وقت وبده رواق تتعرف، لأن بدك تعمل سيلكشن للانسترومان القطع الآلات الموسيقية اللي بدها تشارك بهالمقطوعة، بدك تعمل سيلكشن لألون بدك تضيفهم وترجع تسمع، إذا مش حلوين بتقول يعني بدك ترجع تغير، يمكن يعني اللحن مش دغري بدي أعمله أنا دوت راكات واحد اثنين ثلاثة خلصنا هيدا هيك، لا بينسمع تا اخر شيء تقرر انه التوزيع بياخذ شغل كثير معي، اللحن ما بياخذ شغل. نعم. توني هيك عم بطلع على السي دي، اول شيء السي دي الكوفر كثير مهضوم وهيك
بيعكس يمكن السحر الموسيقي يلي موجود بداخله. صار متوفر بكل المكتبات الموسيقية؟ بده يعني من هلأ للأربع بيكون صار موجود. عظيم. أنا تأخرت شوي قصي بيبر وورك يعني في اشياء هيك. نعم. معاملات لازم تخلص قبل. نعم. ما ينطرح، ولكن هي قصه ايام يعني يومين ثلاثه وبكون متوافر. نعم. دانسينج هارتس لتوني مخول بضمن 14 تراك اكيد مع بوكلت. عم فلفش كنت بالبوكلت شوي هيك لفتوني كثير اسامي التراكات يعني. نعم. علما انه هيدي موسيقى ما في ليركس او ما في كلام مركب عليها يعني. Unforgettable Moments, Prisoner of Love, Before You Leave, Mi Amor, El Cello de Mexico, A New Beginning, Surrender to Love. على أي أساس تختار الأسامي؟ هلا أنا حاكي بهي البوكلت عن كل لحن، ويمكن ليش كل قصة يمكن في قصة. هلا يعني هي إذا بدك بالمختصر يكون بحالي أنا موجود فيها وبيطلع هاللحن، يا بيكون بدي أوصف شيء معين. صحيح. وبجرب اعمل الموسيقى انه اذا سمعتها مع هالاسم بتقول بتحس حالك بهالاجواء. صحيح. بمي امور ببرشلون. نعم. ببرشلونة. نعم. شو صار لطلع هاللحن ب 7 يعني جون 2013؟ كانت ببرشلونة. برشلونة مدينة من اجمل المدن، وبتحس حالك انت وماشي فيها كانك بمعرض فني يعني. كل المدينة كانها معرض فني. بس لحظة، بس سألتك سؤال هيك برق وعينيك، والعنوان مي أمور، شو الخبرية المضبوطة تقولي من الخبرية المضبوطة انه بهالمحل الحلو. نعم. الكله فان بتحس حالك، وانا عم فكر بالناس اللي بحبهم طلع معي هاللحن يعني. وكنت قالوا لي شو بك توني شو عم تسجل على السيلولير يعني. كان معي ناس سجلتها وتركتها، رجعت بعدين طورتها كتوزيع ونقلت برشلونة بمقطوعة موسيقية. نعم. كنت عم تحكي توني انه الايزي ليسنينج نوع الميوزك يلي طارحه انت بدانسينج هارت مطلوب عالميا، وحتى انطلب تراكات منك لتستعمل بافلام وبانتاجات عالمية. نعم. خبرنا شوي عن هالموضوع. هلا هي التسويق عبر الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة التسويق هن اشتغلوا على الموضوع ولقوا نتائج إيجابية بهالشيء. في كان مشكلة بعد عم تنحل هلا، أشياء قانونية إذا بدك تعتبر، وأشياء ضمن القوانين اللي عندهم إياها هن ضمن بتتعلق بإطار الحقوق حقوق الموسيقى. نعم، حقوق الفكرية والموسيقية. نعم. هون كان لأن ما فيهم يحطوها، ما فيها تطلع بالولايات المتحدة أو تنعطى لحدا إلا ما تكون الحقوق. أنا ما فيي أخذ حقوقي هونيك لأن بعد ليجالي. أنت منك يعني مزبوط. ما معك أوراق أنك أمريكان سيتيزن يعني. أنت أكيد. لا أنا مني أمريكان سيتيزن. إيه يعني أنت غريب. كانت هينت لي كتير هيدي لو قصة الحقوق يعني. انطرح الموضوع أنه عم بيكون في طلب ينحطوا بفلومي. من هون البين انه في مشكله، انت منك امريكاني وراءك مش مزبوطين، ما فينا نستعملهم. هلا عم بيشتغل عم نظبط فيه يعني شيء بروسيدور معين بنعمل لحتى في اجراءات عم ناخذها، بس طويله شوي ودقيقه، كثير دقيقين بهالشغلات لان كلها فيها تاكس بالنهايه كمان يعني. انا بدي صحيح. بدي اخذ حقوقي، بده يندفع لي عليهم لان هي موسيقتي عم تنلعب. بنفس الوقت انت بدك تدفع مستحقات للدوله. صح. بما انه انت عم تشتغل نوعا ما بهالبلد. صحيح. توني يعني قديش هيك بتكون فخور، وخاصة أنت هدفك العالمية والانتشار، لما من خارج لبنان بينطلب عملك وبتنطلب أعمالك لتكون جزء من أعمال عالمية تانية، هيك شو الشعور لما الواحد يحس أنه شغله rewarded، شغله أخذ عم ياخذ حقه؟ هذا الشعور ما يعني ما تتخيل قديه واحد بيحس بفرح وبفخر واعتزاز، بس برات بلدك برات بلاده واحد بنقطة من هالعالم. صحيح. بيحكوا عنه، والحلو
انه بيقولوا على طول بيقولوا المؤلف والملحن اللبناني او الموسيقي اللبناني، يعني هالشيء بخليك تحس بفخر واعتزاز، يعني بتحس حالك ناقل لبنان للخارج، مسؤوليه هي على مسؤولية صح. مثل ما نقلت لبنان بالعام 2011 يعني Eternal Love، والالبوم يلي سبق وكان الالبوم الثالث لإلك، ضم 16 تراك 16 مقطوعه موسيقيه إذا معلومات دقيقة. هيدا التالت Dancing Heart التالت، Eternal Love كان نمبر 2 نمبر 2 لأنه الأول هو Letter to My Love. نعم. لكن 16 مقطوعة ضمن Eternal Love. Eternal صورت ميوزك فيديو ليش اخترت تحديدا هالتراك تتصور ميوزك فيديو؟ هلا هو على اسم الألبوم هو انا بحبه كثير، نقيت لي يعني الماستر تراك اذا بدنا نقول، اذا بدك هن كلهم اولادي يعني كلهم بحبهم مثل بعضهم، بس هيدا وتعاونت مع منصور رحباني المخرج لحتى نعم تقدم هالاغنيه. على الحال رح نتشارك نحن والمشاهدين نشوف Eternal Love ونرجع نتابع حديثنا، نحكي عن الالبوم، نحكي عن Dancing Hearts، ونحكي عن مشاريع ثانيه كمان عم تتحضر. نعم. Eternal Love. Eternal Love لو مهما بعد ولو مهما غاب يبقى موجود. عم نشوف كمان ستوري اللي اشتغلها المخرج من خلال هالعمل، هيك شفنا هيك ستوري مهضومة، منصور رحباني شبك من خلالها كل التفاصيل مع الموسيقى مع لعب البيانو يلي كنا عم نشوفك من خلاله. Dancing Hearts رح تتصور او رح يتصور مقطوعة تانية من الالبوم؟ هلا عم نختار اي وحده لازم نعملها و متعلقه يعني بكثير بين شو بين اي اوبشن، كثير عوامل بتخليك تقول بدي نقي هيدي ولا هيدي، يعني مش من انتاج، من طلب، من برا شو عم شو في توجيهات من الماركتينج من بس انت اي هيك تراك على بالك؟ يعني انا كنت بالاول ماشي Dancing Hearts على اساس بدنا نشتغلها، هلا يمكن نروح ميا مور. ميا مور نعم، يعني انا ضربت على الوقت على الحساس عرفت على الحارس توني. كنت عم تحكي عن الانتاج وانت جهه انتاجيه يعني انتاج خاص، قديش صعب هالموضوع وقد ايه يمكن كمان مع الطلب العالمي، وعم نشوف انه الالبوم موجود على امازون يعني عم ينباع عالميا اونلاين كمان، يمكن في مردود ولكن ما بيوفي الحق المادي الفعلي يلي انت كمان عم تحطه بمجهود شخصي، ما في حكي مع جهة انتاجية معينة او الانتاج غائب كليا من هالناحية؟ هو بالحقيقة عم ينباع، بس بدي اوضح شغلة، عم ينباع بكل وسائل الاونلاين وفيك كمان تشتري هارد كوبي يعني طبعا امازون واي تيونز واي باي اكيد اذا بتفوت تعمل يعني اونلاين ان كان ديجيتال اونلاين او ان كان هارد كوبي اونلاين، يعني ما في محل مش محطوط بكل العالم. هلا الانتاج انا عم بعمله مثل ما قلت شخصي، بعد ما عم جرب انا اشوف انه شركه انتاج او بعدني مسيطر على الوضع انا، وبعدني انا عم بنتج اعمالي. ان شاء الله تبقى مسيطر على الوضع لحالك، هيك بتكون انت سيد نفسك وقرارك بهالاطار، لان يمكن بس يكون في جهه انتاجيه ممكن تتدخل بهيك تفاصيل يمكن انت كفنان هيك ممكن ما تكون على ذوقك كثير. توني هلا مع اطلاق الالبوم بلشت تحضر لاعمال اخرى؟ يعني في اعمال موجوده على جنب مش هلا وقتها بتقول تصبر بعدين؟ في اعمال في كثير الحان جاهزه بدها وقت تنشغل عليها تتوزع. كمان عم نفكر ب شيء كونسرت لايف كونسرت، بس بده يكون شوي فريد من نوعه او شوي اذا بدك بلبنان، بس بده ينعمل بطريقه انه اذا بدنا نعمله بحي الله نقطه من العالم نقدر نعمله، يعني يكون بنفس الوقت الورلد تور يلي بينقل بنفس الفورما لكل يعني العواصم. مزبوط. هلا انا عم اشتغل على الموسيقى البلاتفورم المساحه اللي بيتقبلوها بكل العالم، بدي اعمل الكونسرت بطريقه كمان يتقبلوها بكل العالم، ويمكن يدخل فيه اشياء مش ضروري تكون من موسيقتي بس، يمكن موسيقى عالميه كمان تفوت بتوزيع جديد. حلو. يعني بس بده ينشغل الفكره انه مش احصر حالي بس هون، مثل ما هون مني انا محصور بالنوع وبالشيء اللي عم قدمه، كمان الكونسرت ما بده يكون بس
محصور يعني صحيح. اذا حضرته هون او حضرته برا بتحبه بتنبسط وبتشارك. هذه الفكره اللي عم يشتغل عليها عكس حال يعني انت دليل قلب واسع ومنفتح لكل العالم. هذا دليل يعني بين Letter to My Love و Eternal Love ودانسينج هارتس دائما لغه القلب موجوده حتى بكل الالبومات والعناوين. حتى اختم معك، شو فرق بين Letter to My Love Eternal Love ودانسينج هارتس انت بمسيرتك الفنيه وبالانتاج يعني يعني كمؤلف موسيقي، هالماتشوريتي يلي انتقلت وتطورت يعني كيف، شو اللي تغير من قبل لهلا؟ بضل الواحد يتعلم كل يوم شيء جديد قد ما يكون عنده اعمال وبارز. كل يوم من الشغل من التوزيع من التلحين كل يوم تتعلم شيء جديد وبتطور حالك انت بالممارسه بتطور حالك. هلا انا بشتغل بطريقه سامبل هينه بسيطه وما بجرب اتفلسف كتير وبستفيد من اغلاطي السابقه. هلا يعني اذا بدك هالخبره اللي بعتبرها عم كل يوم عم تنمى عم تنعكس على كل شيء عم ينزل جديد صحيح. على كل حال يمكن الجديد اللي عم تحكي عنه انت قايل بستيتس ب 31 اكتوبر 2013 على فيسبوك بتقول some songs start beautiful but you feel at the end that they are boring because they are too long. بترجمة اللي هي انه بعض الاغنيات كتير حلوين ولكن بتمل منهم لانه ببلشوا كتير حلو ولكن بعد ما بيطولوا بصيروا كتير يمكن مملين. في اغاني رائعة او مقطوعات رائعة بتنبسط بعدين بتقول طيب اوكي واخرتها شو بدنا نعمل. يعني هذا الملل لازم واحد يهرب منه ما يخليها تنزل الشغلة تكون ماشي مزبوط عم تطلع بعدين تصير ماشي هيك بعدين تنزل ما تخلص. عكحال هون مش يعني من باب التحديد لعمل معين ولا باب التعميم لا 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 لا. لانه في دائما مقطوعات تبقى انسيابيه وبتبقى ساعات يعني مزبوط. مليح حمد وسيده ام كلثوم كانوا مقطوعاتهم تدوم لساعات وكانت رائعه مزبوط. ولكن هلا عم نحكي عن الموسيقى الحاليه طالما ما فتت بملل ان شاء الله بتضلك ساعه صحيح. بس اذا بلشت دقيقه دقيقتين ثلاثه حلوين بعدين بلشت تفوت بملل لشو صحيح. يعني انا هذا هذا اكبر دليل لانك عم تقلي كمان انه تركت يعني بتضل العالم يمكن مشتاقه تسمع اكثر ولكن هيك بحنين انها تسمع اكثر لتنطر الالبوم الثاني بعدين تشوف شو الموسيقى اللي بدها. في شغله انه ما بقى حدا عنده وقت يسمع اشياء طويله صحيح. يعني من زمان كنت تطلع بسيارتك بدك تروح من هون على طرابلس تنقول عندك شي ساعتين بتدور ام كلثوم تسمعها ما لحدا بيرن لك لحدا بيقاطعك لشيء. هلا هلا الحياة راكدة وكل شيء راكد يمكن واحد ما عنده وقت حتى يعني يسمع حتى الموسيقى الحلوة بدها تواكب عصر السرعة. ونحن بنوعدك انه نواكب كل جديد توني مخول انت بتوقعه. شكرا لوجودك معنا اليوم وموفق بدانسينج هارتس وبكل اعمال التاليه. شكرا لك. بتشكرك شادي، بشكر تلفزيون لبنان وكل الفريق العمل. اهلا وسهلا فيك. هلا تسلم. مشاهدينا فاصل قصير بيفصلنا عن متابعه برنامجنا. اكيد شاف نزار بفقره زاس صار جاهز لحتى يقدم لنا اليوم طبق وطبق هو تارت الحلاوة. بريك صغير ومتابع صباح لبنان، خليكم معنا. صباح لبنان مكمل معكم مشاهدينا. أكيد صارت فقرة زاست جاهزة من داخل المطبخ. شيف نزار صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ تمام وأنت؟ الحمد لله. هلا في شوكولا وفي أشياء طيبة كثير منيحة. يوم رح نعمل تارت مش جاتو. ايه انا مصدق انه جاتو كانت من الصبح. يلا شو بدنا؟ رح نعمل تارت مع الحلاوه والموز. اول شيء بدنا الشوكولا. اوكي. لنعمل الجناش. الشوكولا لازم تكون نفس الكميه تبع الكريم فريش. كيف يعني؟ بالوزن؟ بالوزن. انا هون عندي كبايه شوكولا. أوكي. وعندي كبايه من الكريم فريش او اكثر شوي يعني 200 جرام 220 مللتر. عندي للتارت لاعمل عجينه التارت. عندي كباية من الزبدة. عندي كباية من السكر البودرة. عندي كبايتين من الطحين. بيضة ونص، ما رح استعمل بيضتين. هي للكيلو طحين نستعمل نحن ثلاث بيضات. انا هون رح اشتغل نص الكمية، رح اعمل رح اخد بيضة ونص. عندي فانيليا، عندي رشة ملح صغيرة. للحشوة رح نستعمل مع الجناش والشوكولا رح نستعمل الموز، رح استعمل الحلاوة، رح استعمل السكر البودرة للزينة.
أوكي. اول شيء لازم نبلش بالعجينه. عجينه التارت سهله، ما لازم كتير نضربها بايدنا ونعجنها مثل بقيه العجين. غير بعتقد غير انواع من العجين لازم كتير نشتغل فيها ونعجنها مزبوط. اما أوكي. التارت لازم دغري نشتغلها بشكل سريع لانه فيها الزبده. انا هون عندي الزبده سوفت بنسميها سوفت باتر او اللي بتكون طريه، انا شلتها من البراد قبل أكيد. تقريبا شلتها تقريبا نص ساعة يمكن بدها صح قبل بنص ساعة ساعة صارت كتير طرية شايفين حتى ما تحطها على النار الان. هلا قبل ما اشيل انا حاسب حساب رح اخذ كمية كتير صغيرة من الزبدة وحطها مع الشوكولا. اذا بتشوفي رنا انا هون شو عم بعمل بالشوكولا، انا عم دوب بالشوكولا بشيء اسمه بان ماري. البان ماري هي اني انا بحط ماي عم تغلي وبحط جات وبرجع بحط فيها الشوكولا، ما بسخن الشوكولا بدوبه دغري على النار لحتى ما يحترق لانه بتتغير طعمته. اوكي رح احط ملعقه كتير صغيره من الزبده. شو بيعمل الزبده مع القناش؟ بيعطيها لمعه للقناش. بس هو اوريدي الشوكولا نحن حاطينه فيه زبده، الشوكولا خالص عم نستعمل. اوكي انا لا اخذت الشوكولا المر. اوكي ما فيه زبده، فيه زبده الكاكاو اللي هي غير. هلا رح اخذ انا هون ولا لا اخليهم يدوبوا. هون انا رح احط كبايه الزبده، رح احط فوقها السكر البودره. اوكي وما رح استعمل ابدا ايدي، رح احركهم بالملعقه لياخذوا بعضهم مزبوط. اوكي ابدا ما بنستعمل ايدنا مع الزبده والا بتدوب الزبده بين ايدينا وما بيعود يجمع التارت. اوكي ما لازم تكون دايبه يعني عليك. لا ما لازم تكون دايبه، لازم بس تكون طريه وما فينا نخفقها يعني. لا فينا نخفقها قبل ما نحط الطحين والبيض، يعني نضرب أوكي. الزبده على المكنه بس بشكل كتير سريع. ليه على المكنه؟ لانه المكنه دغري بتضربها بسرعه مش مثل الايد. بتعرفي الايد فيها حراره لجسم الانسان، بتذوب الزبده بشكل كتير سريع. فلا انا ما بدي اياها تذوب، بدي اياها بس تاخذ بعضها والسكر. اوكي هلا انا شغلتها سريعه منها. ايه كثير سريعه وحتى بالعجن. رح فرجيكي هلا طريقه، لا ضروري تحط طحين ولا ضروري تحط السكر ولا شيء، بس في شم ريحه الشوكولا. عم بتشمي ريحه الشوكولا. هذا الشوكولا الماي صار تحته وصارت عم تغلي. رح نتركها لحتى يدوب الشوكولا مزبوط. بس أوكي. يدوب الشوكولا على الاخر بننزل فوقه الكريم فريش. هلا خلينا نكمل هون بالعجينه، خلينا نشوف كيف صارت العجينه. هون السكر البودره اخذ الزبده صاروا عجينه ناعمه. هلا راح اضيف البيض. ما بنحط البيض دغري فوقهم يا شايفين زهر. ما بقدر. بركز لها شبايه منزوعه، بدك تلتقمي مني. ما رح لا بتعرف لانه هيدي شغله فينا نحطه بكاسه على جنب ايه؟ ونرجع ننزلهم. بس هلا ما بيأثر رنا، اسمحي لنا فيها اليوم. خلص يا اسمح لك فيها. ميرسي رنا سمحتني اليوم. اوكي هلا شاف رنا عم تحرك العجينه. لا ثقيله شوي. لا مش ثقيلة رنا، بس ما انت لانك خايفاني على ثيابك وبراس اصابيعك. اخذتها. اوكي هلا مع البيض رح احط رشه ملح كثير صغيره حتى ما يزبط البيض. اوكي دائما بالحلو بس يكون في عندنا بيض الافضل انه نحط رشه ملح كثير صغيره، الا اذا حاطين بيكربونات الصودا او الكربونات العاديه مع الجاتو. أوكي. لانه الملح بينزلها ما بعود يخليها تشتغل شغلها بالجاتو. رح احط الفانيل. فانيل كثير سريع هلا احلى من البودره. نعم فانيل الليكيد احلى من البودره. ايه هذا الاكسترا احلى لانه بتكون نكهته مركزه اكثر من البودره. هلا رح اضيف كبايتين من الطحين وهذه عجينه التارت خالصه، بس بدها شويه تحريك بعد لتاخذ بعضها. هلا بضل في كيف رح بعد نعجنها. اوكي دائما بس نكون عم نشتغل بالعجين وتكون قبل بس نحط المواد الناشفه، الافضل انه نستعمل مثل ما هلا انا عم بشتغل بملعقه او بشوكه لتجمع المواد، والا كلها نصها بيروح على الايد. اوكي لانه بصير تلزق بالكف او بتلزق بالايد. هيك شايفه كيف بلشت تخدون.
هيدي خالصة بعدها بعد شوي. كتير مهم بالنسبة لعجينة التارت انها ترتاح اقل شيء نص ساعة لساعة بالبراد لتبرد مزبوط. نحطها بالفرن رح نخبزها نحن اليوم، انا مجهز قبل بس عجينة التارت بعد ما نخلصها بشكل كتير سريع منعجنها منكم شايفين. ما بعرف اذا عجينة عن عجينة بتفرق، بس انا بعد كمان عجينة التارت لازم تتغلف وتنحط بالبراد. كل العجين لازم يتغلف لحتى ما ينشف وإلا بنشف وجهه. شايفين بطلت عم تلزق على الملعقة. هلا شو رح اعمل؟ رح اخذ كلينك فيلم اوكي، رح حطهم حط العجينة على الكلينك فيلم. شفتي كيف انا ما بعرف وبجمعها شوي مع شوي الاستعمال وبنجمعها بشكل سريع بايدنا، ما منكتر كتير عجن برجع بقول لانه الزبده بتروح. هيدي العجينه خالصه بنريحها نص ساعه لساعه من نص ساعه لساعه بالبراد وبنرجع بنلبسها بقوالب التارت تبعها. بحطها هلا انا بالبراد، نرجع بنلبسها بقوالب التارت وبنخبزها بفرن لمده 10 دقائق بدرجه 180 اوكي. انا حضرت 180. انا حضرت هون قبل حضرت قوالب صغيره وحضرت كمان قوالب كبيره. طب قبل ما نكفي بس نمد التارت بالصينيه بالشوكه من لازم مثل ما هلا رح فرجي المشاهدين أوكي. لحتى ما ترفخ العجينه ليضل في هذه الحفه الصغيره. هلا ما ضروري، انا ما كثير تخنت الحفه تبع التارت لانه كمان ما بدي كثير احشيها لانه انا عندي الحلاوه كثير ثقيله، يعني ما فيك تكتر كمية كتير كبيرة من الحلاوة. وعندي القناش، اوه القناش هونيك هونيك الحلو هونيك المصايب بالدفم والكالوريز اوكي. هلا انا هون عندي القناش رح خفف النار. هذا الشوكولا شايفين كيف سال، نخلطه مع الزبدة، ملعقة زبدة صغيرة تقريبا. انا هلا انا سخنة ماسكها مثل ما انت بتمسكي براس اصابيعك. طب انا شو بقول له لنزار؟ شو بقول له؟ ما تتحدينا بالمطبخ شاف. خلاص؟ ايه طيب اوكي. خليني اخذ الشريط احسن لي بس نضيف الكريم. اوكي هذه الكريم فريش ما بدها خفق قبل؟ لا لا اوكي. نخليها على النار هون. القناش شو هو القناش؟ القناش نحن اللي بنعرفه رح تصير هيدي هون عندي مثل النيوتيلا، نحن بنعرفها كلهم بيعرفوا النيوتيلا هيدي المرطبين الشوكولا السميك، هيدي هون هيك رح يصير عندي بعد ما تبرد اكيد، هلا رح تكون سايله. اوكي. وبعد ما تبرد رح تشد. كيف بلشت تشد؟ هلا رح شيلها انا عن النار. خليني احط شقفه صغيره تحتها. حتى ما يسحب كبيرات. اوكي هذه بتكون كلها ماء. اوكي ما بدك تصير وقت. لا هلا رح يمرقوا المقادير على الشاشه، رح نشوف المقادير بالجراماج. فاذا شو استعملنا هون؟ الزبدة، السكر اللي هن كمية متساوية. أنا مش أشعر رنا، أشفتيهم أنت؟ لكن عندنا الزبدة 250 جرام، عندنا السكر البودرة 250، عندنا طحين أبيض 500، بيض بيضة ونص، فانيليا رشة وملح رشة. وعندنا للحشوة عندنا الموز، عندنا الحلاوة، وأكيد الشوكولا الجناش اللي هو الشوكولا مع الكريم فريش. هلا أنا رح أحطها شوي بالبراد، لكننا حطينا الحشوة. أوكي، بدها وقت كثير بالبراد؟ إيه هي لازم بعد تشد شوي. أوكي. أكيد بدها تقعد شوي بالبراد، بس قبل ما تشد كومبليتلي نحن لازم نحطها على التارت. هلا بهالوقت هيدا شو رح نعمل؟ رح آخذ صحن مع سكين.
اخذ الموز. فيكم تفرفطوا الموز بايدكم ما في مشكله، وفينا نحطه بطريقه سريعه واللي هو انه نقصه هيك على السريع. راح احطه قبل ما احط حلاوه، ما راح احطه دغري فوق الشوكولا، يعني راح احط اول شيء الموز اول طبقه وراح ارجع احط فوق الشوكولا ليه لحتى ما يسود الموز يبين شكله كتير غلط. خليني انا خصوصا اذا تاخرت، يعني شو لانه الموز دغري بيسود، واذا بدي انقعه بمي وحامض ما بحب لانه مع الشوكولا الحموضه مع الشوكولا طعم. ابدا مش طيبه. ايه اوكي، تقريبا نحن الكميه اللي عم نعملها لكم شخص. هلا اجمالا انه انتم ببيوتكم اجمالا ما بنحط الاشياء السخنه بالبراد دغري، لسبب هو انه بتروح لنا بروده الفريزر والبراد. بس انا هون عند البراد فاضي فما في عندي ابدا ولا اي مشكله، مستعجلين شوي وكمان الوقت اكيد لازم نحطه بالبراد بشكل سريع لحتى لنفرجي المشاهدين كيف بيجمع معنا. حستعمل ثلاثة، أنا جايب أربع موزات، حستعمل ثلاثة، حترك موزة لإلي. فكرت لتزين فيها؟ لا. أوكي. أوكي. إذا منقطع الموز بنحطه دغري فوق العجينة أو فوق الدار. أوكي. هلا بعد عندي. ما بنحط كثير موز لانه بتصير تضيع الطعمه. لا اكيد بدي تبين طعمه كل شيء. بس انا شقته شوي كبار ولا ما بأثر؟ لا انا حطيته كبار. هلا عندي الحلاوه، الحلاوه كمان ما رح فرفطها، رح اتركها قطع كبيره نوعا ما كبيره. اكيد شايفه كيف؟ اوكي. حتى شقف بقلب مع الموز بقلب التارت. أداؤه لك كيف هي كالوريز؟ ما بعرف، إن شاء الله مايا ما تكون عم تحضرنا. تكون عم ترجف، المرة الماضية قالت لي إنه بضلها ترجف بس تكون عم تحضرنا. بس بيناتنا ما في أطيب من هيك، بالأخص الزبدة وهالقصص. هلا حسب حد، بس ما يسمعني زيزو هلا الكوتش تبع حسب كمان كل حدا كيف بيكون معود، وفي ناس بيحرقوا الميتابوليزم بيكون بجسمهم عالي. لا يعني لازم كمان نضل منتبهين، خاصة الأشخاص اللي عندهم مشاكل واللي بيطلعوا على التلفزيون. اوكي، هذه الحلاوة ما استعملناها كلها يعني شوي. اوكي لازم يكون الشوكولا بلش يشد شوي، يشد شوي ولا لا؟ تمام. اوكي، هلا هيدا مثل ما قلت لكم بصير بعد اشد بكثير. اوكي، خلينا بس نفرجيهم هون للمشاهدين. معلي الشوكولا بس يبرد رح يصير هيك، بس بليز فرجونا اياهم هون. اوكي، شايفين السمك تبعه قد ايه؟ اوكي، كثير سمك. هلا بعده لانه ما برد مزبوط، بس بعتقد فينا نرجع نحطها كلها سوا بالبراد ما هيك؟ اكيد. هلا احلى مرحله اللي هي حطت الشوكولا والتخبيص. بعتقد مين بيفكر بالتخبيص بس يكون في ريحه شوكولا الكل بعتقد. لا بتعرف في ناس ما بحبوا الحلو عن جد؟ غريب، يعلموني كيف. الحلو يعلموني كيف ما بيحبوا الحلو. شايفة أنا ما كترت كمان الشوكولا، بدي بعد قطع الحلاوة اللي أنا تركتها فوق الموز تبين. أوكي، ما بدنا يعني ما بنغطيها كليا يعني. إيه هلا قليلي فيك تقاومي مع هالرواية. لا أكيد، لا ما حدا جاب سيرة أصلا. بشو منزين؟ بتعرف فينا نزين بفراز؟ بعتقد فينا نزين بأي شيء بدنا إياه، فينا نزين يعني بتعطيها لون بالكرز بالفراز فينا نحط ألوان فيها. اليوم أنا شو رح أعمل؟ رح زين بالسكر. هلا أكيد برجع بقول هيدي لازم تبرد، لازم نحطها بالراد لتجمد مزبوط. بس تبرد، هلا بس تبرد، هلا أنا
بحكم الوقت رح فرجيكم شو رح اعمل. رح اخد لفاية اوكي ورح اخد ورقة بيضة. بدي عزبك تهدي لي الورقة البيضة kind of decoration. أوكي. بدي اياك تثبتي ما تقربيها كثير بس ثبتي هيك اوكي بس نزلي الحافة تبع الورقة اوكي فيري جود. هلا رح اخذ المسفاية ورح احط السكر البودرة. فكرتني بالمعمول بس نرش له سكر بودرة. هيك صار عنا نص التارت. خلص فيك تشيل الورقة رنا. نشيل الزيادة تبع السكر عن البقى تبعنا. اوكي بنحط على البراد شوي هلا علي جاي شد الشوكولا. ثانك يو شيف نزار. ميرسي لك رنا. يعني بعتقد الطعمة رح تكون كثير طيبة وما حتهرب رح ذوقها أنا. أوكي. بس مضطرين صرنا إنه نختم. بدنا نشكرك على هالتبس اللي عطيتنا إياه وعلى هالروسات الطيبة. ميرسي لك. وإمتى رح نرجع نشوفك؟ ميرسي لك رنا وميرسي للمشاهدين اللي كانوا عم يحضرونا اليوم. أنا راد رح نرجع نشوفكم النهار الأربعاء. رح نعمل أكلة أفريقية كثير طيبة بس كمان حرة. فخليكم على الموعد. باي باي. مع فقرة زاست لليوم أكيد تكون وصلنا لحوياكم لختام برنامجنا. ملتقينا رح يتجدد نهار بكرة بمواضيع جديدة مثل ما عودناكم دايما. إلى اللقاء.